صباح الخير. احنا النهارده ان شاء الله بنديل with the last topic in our course hypertension. Hypertension, as the name indicates, describe an elevation in the blood pressure, ارتفاع ضغط الدم. طبعا عكس hyper elevation عكسها اكيد هتكون كلمه ايه الاوبوزيت بتاعها كلمه ايه hypotension. هايبوتنشن دي معناها ان في لورينج في البلاد بريشر. هايبرتنشن ده على فكره معروف كده في بين الناس بتسميه بيسموه القاتل الصامت. يمكن انتوا سمعتوا سايلنت كيلر. ذا سايلنت كيلر يعني اللي بيقتل الناس من غير ما يكون في يعني حاجه جامده قوي تخلي الناس تتوقع هذا. فالحقيقه الهايبرتنشن ده از وان اوف ذا ديزيزز ويتش هاز very successful remedies. يعني في drugs كتيرة جدا زي ما هنقول مع بعض applied in the treatment of hypertension. Then why it is a silent killer? Why is it dangerous? The problem is related to the consequences of a maintained elevated blood pressure. يعني لو blood pressure فضل عالي due to lack of treatment, most of the time there is lack of treatment or due to unsuccessful treatment. يعني lack of treatment مفيش أصلاً علاج. في بعض الناس تبص ليه حتى لو احنا في صيدلية او في مكان اي صحي يروح ويجي يقول لك بشتكي بصداع، عندي صداع يا دكتور، عندي صداع، وياخد كيتوفان ولا كتافلام ويتحسن وانتهينا على كده. الاعراض في حاجة بتبقى بسيطة كده وهيز انا وير ان البلاد بريشر بتاعه ايه عالي، فيبقى في lack of treatment وممكن تستمر الحكاية دي فترة or unsuccessful treatment. يعني يبدا يروح وياخد دواء زي ما هنقول حالا لما ندخل في الانتي هايبرتنسيف دراجز، انه مش شرط ان الدراج بريسكرايب باي ذا فيزيشن ودو اتس جوب بيرفكتلي على طول. ممكن ذا دكتور ماي نيد تو شيفت تو انذر جروب اوف دراجز اوف انتي هايبرتنسيف دراجز اور تو انكريز ذا دوز اور تو يوز ا كومباينيشن اوف دراجز. سو lack of treatment or unsuccessful treatment lead to a lot of very serious consequences ما يترتب عليه، and these bad consequences اللي أهمها على الهارت may lead to death. عشان كده بيسموه القاتل الصامت. معنا نبدأ بكلمة hyper. طبعا قلنا معناها elevation in the blood pressure. blood pressure زي ما بتسمعوا كده دايما دارج لما نروح نقيس يقول ideally it is 120 على 80. The ideally في ال healthy young subjects like you. وبعدين ال value دي اولا لازم نفهم معناها، يعني هنفهم معناها ال value دي may rise to 140 على 90 وبنعتبرها ال upper limit بتاع واحد normal tensive. يعني ما يعتبرش بالمعنى ان هو hypertensive subject لو 140 especially in the elderly. ويعني lately او recently انا جالي حاجات بتقول ان بدأوا كمان يعلوا الليفل عن كده، يعني الناس اللي فوق ال 70 they can go up to 150 يقول لك it's okay في السن ده. يعني زي ما نعرف مع الايجنج طبعا حاله الارتريز كلها بيبقى فيها اثيروسكليروزس واكسبكتد ان البلاد بريشر يبقى شويه ايه اكتر عادي. اذا ideally for young healthy subjects 120 على 80 may rise up to 140 على 90 and which is considered the upper limit of a normotensive subject. يعني انسان يعتبر ضغطه طبيعي especially in the elderly، الناس اللي عندهم سن كبير سنهم كبير. طيب ايه بقى، we always express blood pressure in two numerical values. الفاليو الفوقانية دي بنسميها systolic blood pressure، والفاليو اللي هي تحت في المقام دي بنسميها diastolic blood pressure. لو تفتكروا برضو في أول محاضرة نوهنا إن الهارت can exist in two situations either while it is contracting ونقول الهارت is at systole is contracting or at diastole when it is relaxing. So if the blood pressure measured during contraction of the heart
when it is pumping the volume known as the cardiac output is known as the systolic blood pressure. When the heart is relaxed, the pressure in the arteries is known as the diastolic blood pressure. The blood pressure is a function of three parameters. يعني في three factors contribute to the blood pressure. والحقيقة كلهم العلاقة بينهم بين the blood pressure is a direct relationship. يعني لو زادهم the blood pressure يعلى. لو نقصهم the blood pressure برضو بيقل. الثلاثة factors اللي بتأثر في the blood pressure اللي احنا هنذكرها مع بعض. The blood volume. The volume of circulating blood, the cardiac output, with peripheral resistance. احنا اثناء المحاضرة هنرجع لهم الحقيقة كتير يعني هوب وي كان كيب ذم لكن هنشوف يعني. The blood volume, circulating blood volume, كل ما يكون circulating blood volume huge كبير ال venous return اللي راجع الهارت هيبقى كبير، cardiac output بالتالي هيسمع فيه هيبقى كبير والblood pressure هيبقى كبير، يبقى direct relationship. cardiac output لو تفتكروا في أول محاضرة أما قلنا عبارة عن stroke volume times heart rate، قلنا ال cardiac output has an intimate relationship to the blood pressure. كل ما نعمل pumping مضخة دي تضخ فوليوم أكبر جوه التيوبز دي الشرايين هيبقى البريشر جوه عالي. لو عملت pumping لسمول فوليوم هيبقى البريشر واطي يبقى برضو دايركت ريليشن شيب. peripheral resistance اللي هي tone of the blood vessel. if the blood vessel is constricted بنقول peripheral resistance عالية وهيبقى البريشر بتاع blood flowing in this constricted أو narrow blood vessel هيبقى بريشر عالي والعكس صحيح لما when the blood vessel dilated أو peripheral resistance بتاعتها ويك او صغيره لو هنبص نلاقي البلاد بريشر يبقى واطي جوه هذه الشرايين. اذا الثلاثه فاكتورز دول لهم علاقه بالبلاد بريشر. بس الحقيقه لو بصينا كده الامباكت بتاع طبعا البلاد فوليوم بيأثر في البلاد بريشر سيستوليك ودايستوليك. لو بصينا كده على الكارديت اوتبوت والبريفرال ريزيستنس. which one has an implication and has an impact I mean on which يعني systolic blood pressure بيأثر في cardiac output systolic blood pressure cardiac output بيأثر أو أقدر أقول إن systolic blood pressure is a function of the cardiac output the diastolic blood pressure is a function of the peripheral resistance يبقى السيستوليك ده القيمة السيستوليك is a function of the cardiac output كل ما cardiac output يزيد السيستوليك blood pressure يعلى vice versa الدايستوليك is a function of the peripheral resistance ليه؟ لأن أثناء الدايستول the heart is dilating, relaxing إيه pressure الحاجة الوحيدة هتتحكم في البريشر جوه الأنابيب دي أو tubes دي اللي متوصلة بالمضخة بتاعتنا اللي هي الهارت هيبقى التوم بتاعها الدايمتر بتاعها فلما تكون البريفرال ريزيستنس عالية هيبقى الامباكت بتاعها عالي على مين؟ على الدايستوليك بلاد بريشر وبداية كده عشان برضو نحط بيزس طبعا دي انترودكشن للدراجز بتاعتنا عشان نحط بيزس تبقى ثابتة وي كير ماتش اباوت ذا دايستوليك فاليو وي كير ماتش وي هاف لوت اوف كونسيرن اباوت ذا دايستوليك فاليو واي؟ بيكوز موست اوف ذا هارمفول كونسيكونسز which occurs due to an elevation in the blood pressure occurs due to elevation in the diastolic value. الدايستوليك فاليو لما تعلى هي دي اللي لها امباكت لها بقى الباد كونسيكونسز تعمل هارت فيلير تبوظ كل الشرايين وكل القصه اللي احنا هنحكيها دلوقتي عن الكونسيكونسز of an untreated elevated blood pressure. That's why if we need to classify hypertension we can classify it according to the value of the diastolic blood pressure يعني الحقيقه هنعمله classification according to two parameters الحاجه الاولانيه او to two factors الحاجه الاولانيه نعمله classification according to the diastolic value
read the classification due to the diastolic value. احنا لسه حالا قايلين ان الغايه الدايستوليك دي لغايه 90 بنعتبرها نورموتنسف في الناس الكبيره كمان. طيب يبقى اقول الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا دايستوليك فاليو. النوع الاول مايلد، وبعدين في مودريت، وبعدين في سيفير. المايلد الدايستوليك فاليو بتبدا من 90 لغايه 104، نقول عليه مايلد، عندي حاله خفيفه. لو زاد عن 104 من 105 الى اقل من يا دوبك قرب على 120 نقول عليه ده مودريت. من 105 الى 120 نقول مودريت. لو بقى 120 واعلى من ذلك هنقول عليه سيفير هايبرتنشن. احنا بنقسم ليه اكوردنج تو ذا دايستوليك فاليو؟ لان هي دي الفاليو اللي بيترتب عليها كل الباد كونسيكونسز of hypertension، the killing consequences of hypertension. طيب هنا كمان برضو هقف عند هنا، تسمعوا ساعات كلمة يقول لك malignant hypertension. السيفير ده يعني مثلا لو كانت دايستوليك بقى 120 او اكتر، يعني بقى 150، ممكن القيمة ككل تبقى مثلا 260 على 150، وفي الحالة دي بيسموه malignant hypertension. طبعا احنا عارفين كلمة malignant تعني انه tumors cancers that are killing. فليه killing؟ قال لك الفاليو دي لو maintained لأقل يمكن من 6 شهور البيشنت will die، زي ما هنعرف في هيبقى له impact كبير جدا على الهارت، يحصل heart failure renal failure blood vessels كلها هيحصل لها مشاكل كبيرة جدا، فممكن يؤدي الى الدث. بيسموه malignant hypertension لو وصل للليفل بتاع ال 260 على 150. if maintained for few months it will be killing, therefore they call it malignant hypertension. كده عملنا classification according to what؟ to the diastolic value اللي هي بتهمنا قوي، كل ال bad consequences نتيجة elevation في هذا القيمة. على فكرة ال systolic blood pressure ده ليه بنقول هو يعني مش يعني ما يهمناش كتير وما يعنيناش كتير وملوش امباكت كتير على الباد كونسيكونسز او الهارمفول كونسيكونسز؟ لان الفاليو الاولى دي زي ما احنا قلنا از فانكشن اوف ذا كاردياك اوتبوت، اللي هو له علاقه بمين؟ بالهارت ريت، مش كده؟ كاردياك اوتبوت. فمع اي انفعالات زي ما اتكلمنا او مع اي تنشن، حتى في ناس يقول لك ده عنده ضغط عصبي، يعني هو مش مريض قلب، مش مريض لقلب ولا هايبرتنشن، لكن مع العصبيه وظروف ستريسفول باستمرار بتخلي الهارت بيتنج لايك الهارت ريت از انكريز، ذا فورس اوف كونتراكشن عاليه، تزود الكارديك اوتبوت فتزود السيستوليك. لكن احنا وي دونت كير ماتش اباوت ات. اللي بيهمنا اكتر هي طبعا، ما حدش بيقول ان دي يعني ملهاش اهميه، لا، لكن عيننا اكتر بتبقى على الدايستوليك. Let us classify hypertension according to the etiology or according to the cause of hypertension. The cause اللي بيؤدي الى الهايبرتنشن. According to that we can classify hypertension into، يعني دلوقتي هنتكلم according to the etiology. Etiology and the cause. معظم الناس الهايبرتنسيف بيشنس يمكن 90% منهم عندهم حاجه بنسميها essential or primary hypertension. Primary this means not secondary to anything. 90% من البيشنت عندهم هذا النوع. ليه النوع ده بنسميه يعني انا primary not related not due to another reason not due to another reason. The cause for this type is unclear. It does not have a definite cause. Essential يعني هو كده. Doesn't have a clear cause. Doesn't have a definite cause. ليس له سبب واضح. يعني الايديولوجي بتاعه ملوش سبب. ليه طب بيسم primary؟ Because it is not secondary to other disease or other drugs زي ما هنشرح في secondary. ليه بيسموه essential؟ كلمة essential يعني important. Important. It must be like that.
زمان كان الاعتقاد السائد ان الناس اللي هي الهايبرتنسيف دي اللي عندها هذا النوع it is needed, this high blood pressure is needed for adequate perfusion of the tissues. يعني عايز pushing power عالية عشان يغذي التيشوز المختلفة بالبلد. فعشان كده كانوا مسمينه essential, يقولوا ربنا خالق الناس دي كده بينيد الفاليو بتاعتهم تبقى عالية كده في حالة hypertension for adequate perfusion of the tissues with blood. ده كان الكلام اللي كان بيتقال طبعا زمان. Essential hypertension or primary has no clear cause. النوع الثاني اللي هنقف عنده كده دقايق اللي هو secondary hypertension. معلش ممكن بقى نعمل ريزنج الكلام ده عشان نلاقي سبيس. Secondary as the name indicates it's secondary to the occurrence of other diseases or consumption of other drugs. Secondary to the consumption of some drugs or to the occurrence of other diseases. لازم عملنا classification according to the diastolic value خلصنا according to the etiology بحثنا خلاص ال primary عرفنا أو ال essential احنا هنبقى dealing with the secondary hypertension secondary to the consumption of some drugs or other diseases. إما نتيجة drugs معينة. في حاجات كتيرة من drugs من أهمها الهرمونز, يعني الهرمونال ثيرابي لو حد بياخد الأورال كونتراسيبتيفز اللي فيها استروجين الثيروكسين لو حد بياخد ثيروكسين كريبليسمنت ثيرابي الكورتيكوستيرويدز اللي هي الكورتيزون لايك كومباوندز كل دول بيعملوا إليفيشن في البلاد بريشر. كورتيكوستيرويدز أو كورتيزون لايك كورتيكوستيرويدز الكورتيزون ثيروكسين لو تفتكروا واحنا بنتكلم على التاكي اريثمياز قلنا الهايبر ثايرويديزم بيعلي الهارت ريت يعلي الكاردياك اوتبوت يعلي البلد بريشر انا بجيبها لكم منبعها ليه يعني ها الكورتيكوستيرويدز او الكورتيزون معروف في الفانكشنز بتاعتها او في الاكشنز بتاعتها انها بتعمل ريتينشن للووتر اند الكترولايتس تقوم تزود البلد فوليوم تقوم تعلي البلد بريشر فهمتوني يعني الثيروكسين له امباكت على ايه على الهارت ريت بيعليه يقوم يعلي الكاردياك اوتبوت كورتيكوستيرويدز او الكورتيزون لايك كومباوندز بتعمل ايه بتعمل ووتر ريتينشن دايما الناس اللي بتتعالج بالكورتيزون تلاقيهم جسمهم كانه بقى فيه كده يعني كانهم جين ويت كده ومنفوخين كده ميه بيعمل ريتنشن للووتر والالكترولايتس يزود البلاد فوليوم والاثنين دول سواء بلاد فوليوم او كارديك او كود لهم امباكت على البلاد بريشر من البارامترز اللي احنا كتبناها دلوقتي طيب sometimes it occurs secondary to the, to some diseases يعني secondary to some drugs دي حاجة حاجة تانية secondary to some diseases الديزيزز دي يا إما endocrine diseases يا إما renal يا إما حاجة في blood vessels دي حاجة صغيرة vascular endocrine diseases انتوا هتفتكروا اللي انا هقوله ده خدنا حاجة اسمها الفيوكروموسايتوما فيوكروموسايتوما is a tumor of the adrenal medulla بيطلع massive amounts من الكاتيكولامينز adrenaline ونور adrenaline الادرينالين ونور adrenaline تعلينا البلد بريشر ادي الفيوكروموسايتوما مثلا في حاجة احنا
قلنا دي تيومر فين؟ في الادرينال. تيومر في الادرينال ايه؟ مدلة. عارفين الادرينال جلاند لها مدلة ولها كورتكس. في حاجة اسمها كوشين سيندروم، ده بقى بيبقى تيومر فين؟ في الادرينال كورتكس. ده بقى اللي بيطلع الادرينال كورتكس، دي اللي بتطلع لنا الكورتيكوستيرويدز اللي لسه قايلين عليها، الكورتيزون لايك كومباوندز كورتيكوستيرويدز. لو في تيومر بيطلع كميات كبيره من الكورتيكوستيرويدز، وممكن برضو يكون بيطلع الجستيرون، وهنعرف كل ده من شانهم انهم يعلوا البلاد بريشر. طبعا الكورتيكوستيرويدز انا قلت لكم بيعمل ريتنشن للميه والالكترولايتس، يزود البلاد فوليوم، يعلي البلاد بريشر. برضو من ضمن الاندوكراين ديسوردرز لو في هايبرثايرويديز، لسه قايلينها برضو للناس اللي بتاخد من بره ثايروكسن يعني، لكن لو في هايبرثايرويديز نفس الثايرويد جلاند الفانكشن بتاعها ديستورب في الدايركشن بتاعنا، في زياده انكريس في السكريشن بتاعها، برضو دي بتؤدي الى الاليفيشن ان ذا بلاد بريشر، تطلع التي 3 والتي 4 عالي البلاتش. رينا، انتوا عارفين ان الكيدني دي الاورجن اللي بيعمل فلتريشن، مش كده؟ طبعا عدد كبير جدا من الرينال تيوبولز او النفرونز، خدنا الكلام ده في الفارماكولوجي المقرر اللي فات، وعرفنا ان اهم عمليه بتحصل عمليه الجلوميرولار فلتريشن، اللي فيها بيحصل فلتريشن لكل الحاجه موجوده في الدم ما عدا طبعا البيج بارتكلز والسيلز كلها والبروتينز والبروتين باوند بارت من الدراجز، ما بتعديش في الجلوميرولس هنا، ما بتحصلهاش فلتريشن. طيب لو الكدني دي فيها اي مشكله، مشكله زي ايه؟ ساعات بيحصل انفلاميشن هنا، بنقول عليه جلوميرولونيفرايتس، يعني انفلاميشن في الجلوميرولس بتاع النفرون هنا، تبقى تقصد لا عمليه الفلتريشن تقل، يعني يحصل كيبنج للميه والالكترولايتس في البودي، يزيد البلاد فوليوم يسمى على البلاد بريشر. ممكن لو في اوبستراكشن along the path of the renal tubule في النفرون، اوبستراكشن يعني حاجه في سد، حاجه سد الباث واي ده، الحاجه اللي سد دي لو في اوبستراكشن، حاجه ثانيه لو في عندي كده، لو في urinary obstruction طبعا ممكن اللي يسد مجرى البول في الرينال تيوبيول، ممكن يكون تيومر، ممكن يكون ستونز، حصوات تيومرز او ستونز، برضه هتسد السكه، الجلوميرولار فلتريشن يقل، طالما ده قل الامباكت بتاعه على طول ايه؟ مين اللي يزيد؟ البلاد فوليوم، يقوم يزيد مين؟ البلاد بريشر. خلي السكه دي واضحه في حزها. خلاص كده؟ طيب في حاجه فاسكولار، في حاجه صغيره كده، بيقولوا في ناس بتتولد وعندها كو اركتيشن اوف دي اورتا. كو اركتيشن دي كلمه معناها ناروينج دي في سيجمنت معينه من الاورتا، هو طالع بيبقى لها امباكت على البلاد بريشر، تعلي البلاد بريشر. اذا البلاد بريشر لما يكون عالي due to any of these diseases or disorders بنسميه secondary hypertension. وعشان كده بقى برضو انا بعمل هنا يعني هعمل ستريس على حاجه، ان لما واحد يروح للدكتور عشان يتعالج من بلاد بريشر عالي، في اكتر من حاجه تراعى، وطبعا يعني معظم اساتذتنا الدكاتره كويسين وشاطرين جدا، مش على طول هيجامب انه يديله انتي هايبرتنسيف دراج. اولا لازم يعمل فولو اب للبلاد بريشر لمدة مثلا 5 أيام أو أسبوع، نتأكد إن البلاد بريشر ثابت عند هذا الليفل العالي، مش مجرد كان في وقت انفعال ولا كان حاجة وعالي شوية، دي حاجة ثبت عند الليفل العالي يبقى كده ده هايبرتنسيف سبجكت. ثانيا لازم يطلب منه الآتي، وده بيحصل فعلا، يقول له بقى روح حلل لي بقى الكيدني فانكشن، ما احنا قلنا الرينال ديزيزز لها امباكت على البلاد بريشر، تعمل هايبرتنشن، وبعد شويه هقول لكم ان الهايبرتنشن نفسه له امباكت على الكيدني يعمل رينال فيلير، يعني دول سكه رايحه وجايه ما بين الكيدني فانكشن
كيدني وما بين الهايبرتنشن الرينال فانكشن ديستورب او امبيرد يعمل هايبرتنشن، والهايبرتنشن العالي يعمل امبيرمنت ورينال فيلير. هيروح يقول له عين لي بقى اليوريا والكرياتينين والبارامترز اللي بتدل على الرينال فانكشن، هيروح يقول له عين لي التي 3 والتي 4 والكورتيزون، حاجات كتير الدكتور يجري وراها يدور عليها قبل ما يجامب ان ده مريض ايه، مريض هايبرتنشن. ممكن يكون الهايبرتنشن اللي عنده لو حصل كوركشن للحاجات دي للكيدني او حصل كوركشن للهايبرثايرويديزم او للتيومرز، لو عالجنا هذه الامراض البلاد بريشر هيظبط لوحده من غير اي تراب. تمام، فاحنا كده قسمنا، عرفنا البارامترز ايه الفاكتورز اللي بتاثر في البلاد بريشر، عرفنا انواع البلاد بريشر اكوردنج تو ذا دايستوليك فاليو اند اكوردنج تو ذا ايتيولوجي اور كوز اوف هايبرتنشن. في شويه ريسك فاكتورز سريعه كده هنقولها شفهيا بسرعه جدا. الريسك فاكتورز دي يعني الحاجات اللي ممكن يبقى لها تاثير على البلاد بريشر. مثلا يقول لك الومن او الفيميل اقل تعرضا للهايبرتنشن على الميل، ده في الايه؟ في البريمينوبوزال تايم اوف هير لايف، وهي لسه صغيره، بيبقى الميلز يعانوا من البلاد بريشر العالي اكتر من الفيميلز لغايه ما توصل للمينوبوز تتساوى النسبه بين الاثنين مثلا. يعني دي من ضمن الفاكتورز دي اللي هي ايه؟ السكس او الجندر. الايدج برضو طبعا لسه انا حالا قايله لكم الالدرلي مع الاثيروسكليروزس اللي في الارتريز بتاعتهم مع الليبيد بروفايل اللي غالبا بيبقى فيه حبه هايبرليبيديميا فيري لايبل ان يحصل لهم اليفيشن في البلاد بريشر. بالنسبه للفيميل برضو اثناء البريجننسي في حاجه اسمها بري اكلامسيا تسمعوا عنها اللي هي تسمم الحمل، ده بيبقى فيه برضو إديمة وبيبقى فيه يعني في زلال في البول ألبومين إن يورين ألبومين يوريا، وبيبقى فيه هايبرتنشن في تسمم الحمل. في بعض الأمراض الأكمبر الديابيتس، في الديابيتس اللي هو uncontrolled أو untreated for long term قاعد مدة السكر بيعمل vascular changes تؤدي الى الاليفيشن في البلاد بريشر، وده حتى في الكومن كده نسمع فلان او فلان عنده ضغط وسكر دايما تلاقوهم متلازمين، برضو السكر لما تعالجش بروبرلي بيعمل فاسكولار تشينجز ودامج في البلاد فيسلز تؤدي الى الاليفيشن ان بلاد بريشر. الانفايرمنتال فاكتورز يعني في environments مثلا فيها ستريس اكتر في الافري داي لايف، الستريس ده يعني حاجه على طول على طول طبعا يخلي باستمرار البلاد بريشر عالي. السولت انتيك ده من الحاجات الانفايرمنتال او حاجه لها علاقه بتقاليد الشعوب يعني او عادات الشعوب، السولت انتيك العالي في ناس ما تقدرش تاكل غير معاها بيكلز او حاجات حادقه يبقى كده باستمرار في اليفيشن، يبقى هي دي غالبا معظم الحاجات. احنا ممكن نقول برضو الكونسامبشن اوف الكحول، الكحول ده بيعمل بيرسيستنت اليفيشن في البلاد بريشر. السموكينج السيجاريت دي بتزود اكتر الكومبليكيشنز اوف هايبرتنشن. اوكي، دي الريسك فاكتورز قلناها سريع. يهمنا هنا نقف ثانيه نتكلم على الايه الكونسيكونسز او الكومبليكيشنز اوف هايبرتنشن اللي احنا قلنا عشان كده بنسميه سايلنت كيلر كومبليكيشنز او ما يترتب على persistent elevation in the blood pressure with no treatment or unsuccessful treatment complications. ما يترتب اهم طبعا complications ايه؟ بذكركم تاني due to elevation in دايستوليك. اهم حاجه ممكن تحصل از ريليتد للهارت سيلف ان اليفيتد بلاد بريشر which is not treated properly leads to cardiac failure. ولو تفتكروا بقى ان انا في اول محاضره لما كنا بنتكلم على الهارت فيلير قلنا له ثلاث اسباب ريليتد للكارديوفاسكولار سيستم، قلنا
الميوكارديال اسكيميا، قلنا التاكي اريزمياز، وقلت لكم الثالث هو الهايبرتنشن اللي احنا بنذكره دلوقتي. ليه الهايبرتنشن ليدز تو هارت فيلير اور كاردياك فيلير؟ شوفوا قلنا بالذات الدايستوليك، دايستوليك فاليو عاليه معناها البريفيرال ريزيستنس هنا ايه؟ عاليه عاليه، لان الدايستوليك ايه؟ عالي. احنا قلنا الاعراض دي او الكومبليكيشنز دي ديو تو اليفيشن ان ذا دايستوليك فاليو. طيب لما تكون البريفيرال ريزيستنس هنا عاليه، فاحنا بنقول لما يكون الدايستوليك فاليو عاليه معناها ان الدايستوليك فاليو دي بتدينا فكره عن البريفيرال ريزيستنس او البريفيرال از ان اندكس اوف ذا بريفيرال ريزيستنس. لما تبقى عاليه معناها البريفيرال ريزيستنس عندنا ايه؟ عاليه. طيب ليه بقى ده بيؤدي للكاردياك فيلير؟ شوفوا الليفت فنتريكل بيعمل contraction كده، الventricles pumping the blood. If the heart pumps the blood against a low peripheral resistance، يعني لما تبقى الشرايين واسعة بيزق الدم، خلينا نقولها بالتعبيرات الدرجة وبعدين نعبر، بيزق الدم جوه أنابيب واسعة، يبقى ما يعملش مجهود كتير. لو الأنابيب دي ضيقة يعني peripheral resistance عالية، الهارت اللي هو المضخة in order to pump the blood في التيوبز دي، انا بقول كده على الشرايين يعني اللي هي ضيقة، اكيد الهارت هيعصر جامد، هيعمل اكسترا ورك، هيشتغل forcibly to pump the blood against this high peripheral resistance. فهمتوني؟ يعني بقى نقولها when the peripheral resistance is high، if the diastolic value is elevated، the heart will be doing an extra work، اشتغل اكتر، يعمل beating more forcibly، شوف، to pump the blood against ايه اللي بيعكسه انه يدخل الدم في الشرايين دي، against the elevated peripheral resistance. يعني في كل دقة بيضطر ينقبض forcibly، يعمل lot of work to pump the blood in these narrow arteries with high peripheral resistance. So it will be doing extra work every time with each beat. At a time it will fail. يعني يفضل يعمل مجهود زيادة في كل دقة في كل زقة لما الامور دي تستمر شهور، زي ما لسه كنا بنقول في المالجنت هايبرتنشن، at a time it will stop breathing، it will fail، هيحصل كاردياك او هارت فيلير. طيب ده اهم كومبليكيشن من الكومبليكيشنز اللي بتحصل، اللي هي كومبليكيشنز ريليتد تو ذا هارت. في بقى كومبليكيشنز مهمه ثانيه. الاول في حاجه طبعا سهله برضو، ان في حاجه على الاي ممكن يحصل ريتينال هيموريدج. تلاقوا كده في اصبح في بقعه كده في العين حمراء كده، يعني يحصل رابتشر للبلاد فيسز الرفيعه جدا، فتعمل بليدنج صغير كده، يبقى في نقطه حمراء كده جوه العين، يعني هيموريدج في الريتينا اوف دي اي. وعلى فكره ممكن يحصل نتيجه الاليفيتد بلاد بريشر، بيحصل ساعات هيموريدج، بتلاحظوا ساعات من النوز من نيزل كافيتي تلاقي بلاد بينزل، ودي على فكره لما تحصل زي ما بنقول كده رحمه من ربنا. خدوا بالكم ليه؟ لما يحصل رابتشر شويه من الكابيلز الرفيعه وينزل سام فوليوم اوف ذا بلاد، التوتال بلاد فوليوم بيحصل له ايه يا اولاد؟ بيقل، يقوم البلاد بريشر اللي كان عالي اللي سبب الرابتشر للشرايين دي يبدا ايه؟ يتظبط. وده طبعا افضل من ان الرابتشر ده يحصل في حته ثانيه زي ما هقول لكم حالا في السريبرال بلاد فيسلز، يبقى بقى يحصل بقى نزيف في المخ، وده كونسيكونس بتاعته فيري باد طبعا. يعني هي في فكره ان احنا نقدر نعالج البلاد بريشر العالي عن طريق ان احنا نحاول نقلل البلاد فوليوم، نحاول نقلل. طبعا هي بتحصل ناتشورالي كده، البلاد بريشر لما يعلى تبص تلاقي رابتشر في بعض الكابيلاريز الرفيعه في النيزل كافيتي، ويحصل بليدنج شويه من النيزل كافيتي،
مش مشكلة، ده بيقلل البلد فوليوم ويقلل البلد بريشر. ودي برضو فكرتني بحاجة، ان احنا نقلل البلد فوليوم، واعتقد معرفش في بعض الطلبة قالوا لسه الكلام ده موجود، في نوع معين من الديدان كده بتتحط على المين ارتري اللي ماشي كده في النك، وتعمل ساكينج شوية من البلد. زي ما كانوا بيستعملوا الكلام ده، تمص كده، عارفين دراكولا مصاص الدماء حاجة زي كده، تمص كده شوية بلد من البيشنت، البلد فوليوم بتاعه يقل، البلد فوليوم بتاعه يقل، البلد بريشر بتاعه يتصلح. كانوا بيستعملوها زمان، اسمها العلق تقريبا او حاجه زي كده، الجدار دي بيحطوها هنا على الكاروتيد ارتري او حاجه زي كده. فاحنا بقى جينا للريتينال هيموريدج، هي اللي دي جابتنا ان يحصل الهيموريدج من النوز، او ان يبقى ده ابروتش كان فعلا بيستعمل زمان ان احنا نقلل البلد فوليوم عشان نقلل البلد بريشر. من ضمن الكومبليكيشنز السيئه جدا، الهارمفول كومبليكيشنز، ما يحدث على البلد فيسلز، ودي بقى في اكتر من حاجه فيها، فمعلش هنشيل ده. البلد فيسلز اللي في الهارت، اللي في الكدني، اللي في البرين، هنولدي مع الثلاثه دول اهم حاجه، هارت والكدني والبرين. في الهارت مثلا، الهارت لو حصل ضيق في الكوروناري ارتريز يبقى خلاص حصل ايه؟ بلد بريشر عالي، يعني معناه الكوروناري ارتريز طبعا الدايستوليك فاليو هي اللي عاليه، ضيقه كوروناري ارتريز ضيقه، معناها في حاله اسكيميا في الهارت، وممكن تؤدي الاسكيميا دي لايه؟ الانجينا، تحصل ذبحه صدريه، ودي تبقى برضو ممكن كيلينج لو ما اتلحقتش. في الكيدني لما نتكلم على البلاد فيسل، ها بلاد فيسلز اللي في الهارت او كده، لما برضو الرينال بلاد فلو يقل نتيجه ان البلاد فيسلز كونستريكتد، كميه الدم سبلاينج الكيدني هتقل، هتعمل رينال اسكيميا برضو. وطالما حصل اسكيميا او ريدكشن في الاكسجين سبلاي للكيدني، اكيد اللي رايح للكيدني اكيد هيحصل لنا الايه؟ impairment، يعني diminished kidney function. diminished kidney function may at a time proceed to produce a renal failure. شفتوا بقى يعني القصه الصغيره اللي هي في الاول حبه صداع وما اعرفش ايه وصلتنا لايه؟ الهارت يحصل له انجينا الاتاك او يقف خالص كاردياك فيلير، او الكيدني يحصل امبيرمنت او يتوقف العمل بتاعها. وبعدين في حاجه برضه خطيره جدا من ضمن البلاد فيسلز المهمه قوي، ليه الحاجات السريبرال بلاد فيسلز، الحاجات اللي في المخ، الحقيقه دي بتبدا باعراض صغيره وتكتر. يعني العرض الصغير زي ما قلت لكم، الراجل اللي رايح جاي يشتكي ان عنده هيدك، ده امر خفيف قوي، عنده صداع. بعد كده مع البريشر العالي في البلاز فيسلز والشرايين اللي جوه والكابيلرز الرفيعه، بص يحصل اديمه، يطلع شويه فلويدز، يحصل لها اوزنج من البريشر العالي، اديمه. ممكن بعد كده يحصل ثرومبوزس، يعني جلطات في المخ نتيجة برضه ان البريشر عالي والشرايين ضيقة. وطبعا لو في شوية فاكتورز تاني ممكن يبقى ده عرضة ان يحصل له جلطات في المخ. ممكن يحصل رابتشر لبعض الشرايين الرفيعة فيحصل سيريبرال هيموريج. سيريبرال هيموريج ده اللي بقول لكم من الأفضل ان يطلع الدم من النوز او من نيزل كافيتي احسن ما يطلع من فين؟ جوه المخ. يقول لك حصل له نزيف في المخ، عالي البلاد بريشر قوي، فحصل رابتشر لبعض البلاد فيسلز الرفيعه، حصل سيريبرال هيموريج. الهيموريج ده ممكن يضغط على سنترز معينه من الموتور سنترز، يعمل هيمي بليجيا. هيمي يعني نص، بليجيا بليج دي معناها باراليسيس، يعني كيس كاركترايز باي ها باراليسيس للهاف بتاع الجسم. هيمي بليجيا، هيمي بليجيا
يقول لك نام زعلان، سمع اخبار وحشه، ضغطه عالي وهو نايم، قام لقى نفسه نص الجسم ايه واقف، لان البريشر ده ممكن يضغط على موتور سنترز وممكن يضيع خالص خالص من الوعي، يحصل ستروك بقى. كل دي فيري باد كونسيكونسز تحصل نتيجه اليفيشن في البلاد بريشر سبيشالي ذا دايستوليك فاليو. Let us go to treatment. How to treat this situation? واحنا قلنا ان treatment سهل وموجود lot of groups for drugs which can successfully treat the hypertension. ناس كتير جدا عندها hypertension وعايشة بأدوية الضغط كل يوم وبحالة جيدة وبيزاولوا حياتهم بطريقة ايه طبيعية. المشكلة لو ما فيش treatment او unsuccessful treatment، زي ما قلت لكم يتعطى الدواء ويتجرب لفتره والدكتور ياخد الاوتكم من البيشنت ويقيس تاني ونشوف اللي عطيناه النوع الجروب دي نفعت معاه ولا لا، الدوز دي نفعت معاه ولا لا. اوكي قبل ما ندخل في التريتمنت، في دايما يقول لك ايه نون فارماكولوجيكال تريتمنت، يعني حاجه مش بالادويه، نون فارماكولوجيكال يعني نجرب حاجات كده قبل ما ندخل في الدواء. يعني سياح الادويه دي مفيده جدا وكده، بس طبعا رغم كده انا بقول لكم اذا قدرنا نتفاداها، لان طبعا كل حاجه من الدراجز دي بيبقى لها سايد افكتس على الجسم مش حلوه ابدا. فمثلا قال لك لو واحد اوبيس شويه وعنده هايبرتنشن بوردر لاين، نحاول نعمل له بودي ويت ريدكشن. بودي ويت نمره واحد، بودي ويت ايه ريدكشن. والراشونال ايه بقى، ايه السبب ان لما يخس الانسان او البودي ويت يقل البلاد بريشر يقطع؟ كل ما بيكون البودي ويت عالي بيكون السيركليتنج بلاد فوليوم عالي، واحنا قلنا البلاد فوليوم له امباكت على البلاد بريشر. فعملوا حاجة لطيفة كده، لقوا ان لو واحد خس 1 كيلو جرام بيقلل له البلاد بريشر 3 ملي متر مركري. يعني مع كل كيلو يخسه البلاد بريشر بيقل 3. تخيل لو واحد اوبيس فعلا وخس 10 كيلو يبقى نزلنا قد ايه؟ 30 مليمتر مركري، يعني ممكن يتعالج تماما without drugs. فهمتوني؟ بس الـ reduction في البودي ويت زي ما دايما بنقول نخليه gradual with emphasis on keeping an ideal body weight، مش يعني يموت نفسه رجيم شهر ويخس كمية كبيرة جدا ويرجع تاني يجين ويت مرة تاني، يعني ينزل gradually حبة بحبة وبعدين يثبت على هذا الايديال بودي. يبقى مع كل كيلو جرام 3 بينزلوا، فطبعا البودي ويت ريدكشن ده اذا ابروتش كويت اكسبتابل ان بوردر لاين اوبيس سبجكتس. الحاجه الثانيه طبعا في حاجات احنا ما قلناش، يعني اكيد لو سموكر ولا بيشرب الكحول يوقف الحاجات دي. الاكسرسايز من الحاجات الحلوه خالص اللي تساعد ان البلاد بريشر يقل وبتعمل ريليف للاسترس. بس احنا عملنا امفاسيز على الاثنين المهمين، نقلل السولت انتيك. انتوا عارفين سولت كتير، ميه كتير، بلاد فوليوم يزيد يعلى البلاد بريشر. فنقلل السولت انتيك، وبرضه حاطين لنا ميجر كده قالوا لو خدوا 70 مللي ايكويفالنت من الصوديوم كلورايد هيقل البلاد بريشر ب 7 مليمتر ميركري، وقال لك ده ايكويفالنت للي بيعملوا السيازايد دايوريتكس، يعني يقرب من الفعل اللي بيعملوا الدراج. طيب في سبجكتس بنقلله نقول له قلل السولت انتيك وبنقيس، نلاقيه استجاب ريسبوند للريدكشن في السولت انتيك والبلاد بريشر بتاعه بدا يقل. في ناس do not respond للسولت ريستريكشن. يا ترى دول خلاص بقى ياخدوا سولت as they like؟ لا، they should continue to restrict السولت intake، يعني يقللوه جدا قد ما يقدر. ليه؟ لان حتى لو هو ما استجابش لانه وقف الملح وضغطه ما وطيش، لكن لو تنوا ياخد ملح كتير
a lot of salt will antagonize or reduce the effectiveness of the antihypertensive drug administered, especially if this antihypertensive drug is a diuretic. يعني نديله diuretic عشان نقلله blood volume وعمال ياخد salt ومية وبيزود في blood volume. يبقى قلل الافيشنسي او الافكتفنس بتاع الانتي هايبرتنسيف دراجز سبيشالي اف ات از ديت. طبعا بالاضافه لقلنا الاكسرسايز وستوبينج سموكينج والالكوهول كونسبشن. تعالوا ندخل بقى في العلاج بالدراجز انتي هايبرتنسيف دراجز بتاعتنا احنا. واحنا انتوا برضه هتجيبوا لي ايه هي المجموعات اللي ممكن نستعملها من الفاكتورز اللي بتاثر في البلاد بريشر. مش احنا شلناها هنقولهم تاني هنا سريع نحطكم ونحط مقابل كل واحد منهم ايه الدراجز اللي ممكن تصلح. يعني احنا قلنا هما ثلاث حاجات بسرعه كده. البلاد فوليوم صح؟ بلاد فوليوم كاردياك اوتبوت بريفرال ريزيستنس ده اللي احنا قلناه. طيب بصوا كل واحد من الفاكتورز دي وحطوا قدامه جروب اوف دراج تقلله يقوم يقلل بلاد بريشر. احنا قلنا هي دايركت ريليشن شيب بين البلاد بريشر وبين الثلاثه فاكتورز دي. بلاد فوليوم عشان نقلل بلاد بريشر نقلله، نقلله بمين؟ هتلاقي قدامنا هنستعمل دايركت. يعني احنا دلوقتي بنديلينج ويه انتي هايبرتنسيف دراجز. عملنا المقدمة بتاعتنا انتي هايبرتنسيف دراجز. بلاد فوليوم كبير الدايوريتيك ادي مجموعة. طيب بريفرال ريزيستنس عالية. خليني ابص دي الاول. يعني في البلاد فيسل تون ضيق يبقى ادي قدامها ايه؟ بازو دايليتورز. طيب لو بصينا للتو بارامترز دول مع بعض كاردياك اوتبوت عالي وبريفرال ريزيستنس عالي يعني في حاله بازو كونستريكشن. الاثنين دول ميديتد بانهي برانش او من الاوتونوميك نيرفز؟ ذيس ار سيمباثيتك اكشنز. كاردياك اوتبوت عالي بريفرال ريزيستنس عاليه. اذا عشان اقلل الاثنين دول في مجموعه كبيره بقى من الدراجز بنسميها السيمباثوليتكس. هنقفل لهم السيمباثيتك نيرفس سيستم في كل الايه الباث واي بتاعه. تمام. في مجموعه ثانيه بقى لها علاقه بفيري باورفول فازو كونستريكتور ايجنت في جسمنا. اسمعوا اخذتوها طبعا في الاوتا كويس. خدنا الانجيوتنسين 2 very powerful pressor agent. يعني لو قللنا الانجيوتنسين 2 او عملنا بلوكينج على الاكشن بتاعه اكيد البلاد بريشر ايه هيبقى. فهنقول اخر مجموعه ادي مجموعه اهي وادي فازو دايليتور اهي وادي سيمباثوليتيك. المجموعه الرابعه بلوكرز اوف ذا رينين انجيوتنسين سيستم. تعالوا نبدا باول مجموعه واللي فيها دراجز كتيره اللي هي السيمباثوليتكس. عشان نعرف السيمباثوليتكس هنرسم كده سيمباثيتك او ادرينرجيك نيرف ونشوف الباث واي بتاعه ازاي. لو في سيمباثيتك نيرف اهو ماشي في جانجليا طبعا وبعدين نيرف اندينج طبعا السيمباثيتك سبلاينج البلاد فيسلز اللي عليها الفا ريسبتورز وسبلاينج الهارت اللي عليه بيتا ريسبتورز. السيمباثيتك نير او الادرينرجيك نير ده جاي منين؟ الاوريجن بتاعه جاي منين؟ جاي من السي ان اس. قلنا مش هيجي من الهواء. ده ادرينرجيك او سيمباثيتك نير او ادرينرجيك نير. من فضلكم ارجعوا للاوتونوميك نيرفس عشان اقفل السيمباثيتك اكشن على البلاد فيسلز عشان اخليها توسع اقلل بريفر او اقفل الاكشن بتاع السيمباثيتك على الهارت عشان اقلل الكارديك اوتبوت. اقفل فين؟ قال لك في كذا محطه ممكن نقفلها في الباثوي بتاع. اول محطه السي ان اس. هنقول سنترالي اكتنج سيمباثوليتكس او سنترالي اكتنج انتي هايبرتنسيف دراجز. ادي اول محطه من الاوريجن بتاع.
هنقولهم الاول سريع بعدين ندسكاس كل واحد ايه دي. المحطه الثانيه افرض قفلنا دي خلاص كل السكه الباقيه هتقفل. طيب ما قفلناش دي، المحطه الثانيه الجانجليا، لو قفلنا الجانجليا ما وراءها كله هيتوقف والانفلونس بتاع السيمباثيتك على البلاد فيسل والهارت ويل ستوب. طيب ادي الثاني محطه. ثالث محطه هتقابلنا فين؟ الفيسيكلز او النيرف اندينج اللي هو ستورد فيها الايه؟ ستورد فيها الكاتيكولامينز. تمام؟ نعمل ايه؟ في دراجز بتشتغل هنا بنسميها الادرينرجيك نيورون بلوكرز. ادي محطه ثالثه. طيب ما قفلناش ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، نبص لايه؟ للريسبتورز بقى اللي على التارجت اورجنز. نمره اربعه اقفل الالفا ريسبتور، نمره خمسه اقفل البيتا ريسبتور. هذه هي مجموعات السيمباثوليتكس اللي هي اكبر مجموعه هنبدا بيها كلامنا دلوقتي. معلش خلاص احنا فهمنا الفكره دي. سنترالي اكتنج سيمباثوليتكس، حاجات بتشتغل على السي ان اس. احنا بقى في سيمباثوليتكس اول مجموعه منهم السنترالي اكتنج. كأسماء قبل ما نخوض في الميكانيزم ونفهم مع بعض، واحد مشهور جدا الكلونيدين، مشهور بتستعمل كتير في نيو جينيريشن ريلمينيدين وموكسونيدين، ده نيو دراجز نيو جينيريشن. في واحد كمان قديم كان زمان مش عارفين انه جاي مع المجموعه دي، هنكتبه كده ونقول الفا ميثايل دوبا، وهنشوف ده قصته ايه وازاي هو از ريليتد للجروب دي. الجروب دي اوف سنترالي اكتنج انتي هايبرتنسيف او سيمباثوليتكس ار دي ار الفا 2 اجونست، they stimulate الالفا 2 ريسبتورز ان ذا سي ان اس. بداية الشغل والميكانيزم بتاعت الستيميليت الفا 2 ريسبتورز اجونست، ما حدش يقول بلوك. طب مين بيقفل الالفا 2 في السكه كده بقى؟ مين بيقفل لنا الالفا 2 ريسبتور؟ نراجع البلوكرز والاجونست على الديفرنت تايبس اوف ريسبتورز بليز. مين اللي بيقفل الالفا 2 بتتقفل؟ طب عيب بقى عشان ما حدش يتلخبط. بلوكر اللي هو مين؟ الفا 2 بلوكر اللي هو اليو هيمبين، للي مش عارف او للي نسي. خلاص البلوكرز بتاع الالفا 2 ريسبتور اللي هو اليوجين بي مش موضوعنا احنا دلوقتي. احنا دلوقتي وي ار ديسكاسينج الميكانيزم، دي ار الفا 2 اجونست ان بدايه شغلهم المين ميكانيزم، دي ار الفا 2 اجونست ات ذا سي ان اس. When they act on alpha 2 receptor on the CNS, they reduce central sympathetic outflow. Sympathetic nerve طالع فيه outflow of impulses من ال CNS وهتوصل لل nerve ending، يطلع منها كاتيكولامين تشتغل بقى على ال blood vessels. They stimulate alpha 2 receptors in the CNS, reducing or decreasing central, decreasing central sympathetic outflow أو discharge. في تعبيرات مختلفة reduce sympathetic discharge، يعني الـ impulses اللي ماشية في الـ sympathetic nerve طالعة من الـ CNS، الـ impulses دي تقل. reduce sympathetic discharge أو discharge of impulses in the sympathetic nerve. as a result لما الـ impulses الإشارات العصبية اللي ماشية في الـ nerve دي توصل للنيرف اندينج عددها يقل. As a result what about the amount of mediator released at the nerve ending؟ فكر كده، ديسشارج ده الامبالسز اللي ماشيه في السيمباثيتك نيرف طالعه من السي ان اس اشارات رايحه للبلاد بس تقول لها اعملي فازو كونستريكشن، وللحرف تقول له تاكي كاردي. ماشي، قلت الاشارات دي تيجي عند النيرف اندنج تلاقي الاماونت اوف نور ابنفرين ريليز
at the nerve ending تقل. At the nerve ending صار لها ايه؟ تقل. Amount of norepinephrine or catecholamine release at the nerve ending at the sympathetic or adrenergic nerve ending at the adrenergic أو sympathetic nerve ending الكمية دي تقل تقل. طب قلت كمية النور إبنفرين عملنا إيه بقى على الألفا ريسبتورز اللي على البلد سيل؟ less stimulation للألفا ريسبتور. طب هي لما كان بيحصل لها stimulation كان بيحصل vaso constriction، لما أقلل كمية الميدياتور اللي بتشتغل عليه يحصل للبلد سيل يحصل لهم إيه؟ vaso dilation. خلاص فهمنا كده؟ تاني بقى دي المين ميكانيزم بيس centrally acting antihypertensive or sympatholytics are alpha 2 agonists stimulate alpha 2 receptors in the CNS reducing central sympathetic outflow reducing the sympathetic discharge in the adrenergic nerve as a result the amount of mediator or transmitter اللي هو الكاتيكولامين or norepinephrine released at the nerve ending is reduced as a result the blood vessels اللي رايحة لها الإشارات اللي قلت قوي دي يحصل لها ايه؟ vasodilatation and hence we can understand the anti-hypertensive effect of these drugs. This is the main mechanism. But we still have two minor mechanisms. Peripherally, one of them, هنعمل لها discussion peripherally بقى. احنا قلنا alpha 2 agonist. الالفا 2 اللي موجوده في الـ في السي ان اس موجوده في البريفري فين؟ موجوده في البري سينابتيك نيرف اندنج بنسميها بري سينابتيك نيرف اندنج في الفا 2 ريسبتورز. لو تفتكروا لما النور ايبينفرين كان بيشتغل على الالفا 2 ريسبتورز دي كان بيعمل ايه للبري سينابتيك الفا 2 ريسبتورز؟ كان بيقلل الريليز اوف اتسلف، يعني في عمليه الاوتو ريجيليشن يحصل ريليز كاتيكولامينز والكاتيكولامينز بتدي الاكشن بتاعها على الاورجن وفي نفس الوقت هي سبريس اتس اون ريليز اوتو ريجيليشن. ازاي؟ عن طريق انها بتشتغل على البري ساين تو ستيميليت البري ساينابتيك الفا 2 ريسبتور كوزينج فيردر ديكريز ان نور ابنفرين ريليز. وبقول فردر ليه؟ يعني بتقلل اكتر اكتر ليه؟ لان هو اوريدي اقل من السنترال كومبوننت. خليكم معايا السنترال كومبوننت لما قللنا الديسشارج اللي هي المين ميكانيزم كان قل النور بريفرال ريليز اهي. طيب لكن بريفرالي كمان بريفرالي الماينور ميكانيزم بريفرالي ستيميوليت الالفا 2 ريسبتورز الموجوده فين؟ البري سينابتيك الفا 2 ريسبتورز كوزينج فيردر ديكريز ان نور ابنفرين ريليز ات ذا نيرف تيرمينال. تمام ادي واحده من المايرون ميكانيزم. الميكانيزم الثاني الكونتريبيوتنج للانتي هايبرتنسيف ايفكت المين احنا عارفين المايرون بريسينابتيك الفا 2 ريسبتور. الميكانيزم الثانية ان هم بيقللوا الرينين ريليز هو الرينين ده بيطلع منين؟ الرينين بيطلع من الكدني من سيلز بنسميها الجوكستا جلوميرولار سيلز. كدني فيها الجوكستا جلوميرولار سيلز دي المسؤوله انها بتطلع مين؟ الرينين. مين اللي بيخليها تطلع الرينين؟ في سمباثاتيك نيرف سبلاينج الكدني، طبعا لازم تكون الجنب بعيد عشان ده سمباثاتيك. السمباثاتيك ده بيطلع مين؟ بيطلع نور ابنفرين. بيشتغل على مين؟ بيشتغل على بيتا 1 ريسبتورز موجوده على هذه السيلز.
inducing the release of renin. ورينين لما يطلع معناها على طول مين يجي وراء انجيوتنسين، معناها فازو كونستريكتور افكت وحاجات تانية هنحكيها في الرينين انجيوتنسين سيستم. طيب الدراجز دي عملت ايه؟ المحصله بتاعتها ان قللت لي النور ايفيريفرال ريليس سواء باي ذا سنترال كومبوننت من ميكانيزم اور باي ذا بريفرال كومبوننت. The fact that smaller amounts of norepinephrine are released at the renal sympathetic nerve causes less stimulation of beta 1 receptors. في الشوكس جلوميرولار سيل. Less stimulation of beta 1 receptor معناها less renin release. تاني. The fact that smaller amounts of norepinephrine اللي هو الترانسميتر بتاع السمباثيتك released at the nerve ending smaller amounts are released due to the central component of the drugs and the peripheral component of the drug. This means less norepinephrine release from the sympathetic renal nerve, as a result less stimulation of beta 1 receptor on the juxtaglomerular cell, then less renin release and less angiotensin production. Okay. يبقى احنا كده we discussed the mechanism of action of these alpha 2 agonists اللي احنا بنسميها centrally acting antihypertensive drugs او centrally acting sympatholytics بتستخدم ك antihypertensive drugs. ماشي. طيب في واحد احنا قلناه كده وقلنا هنبقى نقول حكايته اللي هو الالفا ميثيل دوبا، ده من زمان معروف بيستعملوه الهايبرتنشن حتى في البريجننت وومن سيف وكويس كل حاجه. احنا عارفين ان ده باي ديكربوكسيليشن بيتحول لالفا ميثايل نور ابينفرين، وكنا زمان يعني الايام السابقه من 50 سنه كده ايامنا كنا بنقول عليه ده الفولس ترانسميتر وده الفازو كونستريكتور اكشن بتاعه اقل عن النور ابينفرين، ما كانش لسه الكونسبت بتاع الالفا 2 ريسبتور ايه يعني بقى واضح. حقيقه الامر ان الديكربوكسيليشن بتاع الالفا ميثايل دوبا اللي بيدينا الفا ميثايل نور ابينفرين، الالفا ميثايل نور ابينفرين ده ادز از الفا 2 اجونست وبيدي نفس الايفكت بتاعه الدراجز كلها اللي احنا ذكرناها قبل كده غير الكلونيدين والريلمندين والموكسونين. اوكي يبقى الالفا ميثايل دوبا encountered in this group لان هو باي ديكربوكسيليشن بيشتغل عليه الدوبا ديكربوكسيليز زي ما انتم عارفين طبعا، بيحولوا الالفا ميثايل نور ابينفرين والدراج ده او يعني هذا الكومباوند هو اللي اكت ان ذا سي ان اس از الفا 2 اجونست. هنا بقى يلفت نظرنا الحاجه ان الدراج ده بالذات الانسيت اوف اكشن بتاعه هتلاقيه ديليد عن الكلونيدين والريلمندين. ليه؟ بياخد سام تايم تو بي ديكربوكسيليتد تو ييلد الفا ميثايل نور ابينفرين. فهمتوني؟ دي حاجه كده ايه بدل. احنا قلنا طبعا ان النيو جينيريشن دي يعني الكويس فيها انها بتافويد لوت اوف ذا سايد افكتس او السايد افكتس فيها ليس عن الكلونيدين. سايد افكتس لو هنقولها كده ان بريف طبعا هو بيشتغل على ديفرنت ارياز في السي ان اس، ممكن يعمل سيديشن، ممكن يعمل دراي ماوث، له شويه اعراض كده مش بتخصنا كتير، بس يمكن في واحده من هذه المشاكل انه بيعمل ريتنشن بالفلويدز دراجز دي. فطبعا يفضل ان احنا ندي مع الدراجز دي الالفا 2 اجونست دي ندي ايديوريتك عشان يلاشي السايد افكت اللي مش كويس ده. طبعا لما يعمل ريتنشن الووتر والالكترولايت معناها حصل ايه؟ معناها حصل ايه؟ انكريس في البلاد فوليوم، يبقى كاونتر اكت الانتي هايبرتنسيف افكت بتاعه او قللها يعني. بالاضافه لبعض السيمتومز اللي ريليتد للبرين اللي قلتها، اهم سايد افكت احنا بنتكلم عن سايد افكتس، اهم سايد افكتس بتحصل اللي احنا برضو نقف عندها شويه حكايه الريتنشن اوف فلويد دي، وعشان نعالج المشكله دي بندي مع الالفا 2 اجونست دي ندي معاهم ايديوريتك. بعدين هنا هندخل في حاجه لطيفه قوي يعني او حاجه عايزه شويه شرح كده،
الظاهرة المهمة قوي اللي بتحصل مع الكلونيدين upon sudden withdrawal للكلونيدين بيحصل ايه؟ بيحصل tremendous increase in blood pressure، بنقول عليها rebound phenomenon. بيقول لك if it is stopped suddenly the blood pressure will shoot up to very high levels even higher than pre-treatment value. يعني انا بعالج بيه blood pressure كان 170 على 100 ولا على 110، لو وقفناه مرة واحدة نلاقي blood pressure ده بقى 240 على 150، يحصل له overshooting. ايه بقى السبب؟ بنسميها الحكايه دي ايه؟ ريباوند فينومينا او ريباوند هايبرتنشن. ايه سببها دي بقى اللي سببها هنعزيها الى حاجتين، عشان كده انا محتفظه برده بالحاجات دي. السبب الاولاني الكوز بتاع الريباوند فينومينا دي اللي بتحصل مع الكلونيدين، الكوز ان upon sudden withdrawal بيحصل sudden and tremendous، يعني كتير جدا، great يعني tremendous أو great increase in sympathetic activity. الكلونيدين ده كان ماسك الاكشن بتاع السيمباثيتك سنترالي، أول ما وقفناه suddenly السيمباثيتك ديسشارج زاد جدا جدا، از ريزلت يروح مزود مين؟ ما هو انكريز في السيمباثيتك اكتيفيتي معناها انكريز في الايه؟ في النور ايبينفرين ريليز، وعشان كده بيعلي البلاد بريشر جدا جدا جدا، اللي هي الريباوند هايبرتنشن او الريباوند فينومينا. انا برضو بحب اشبهها دي بحاجه كده، شوفوا معلش انا برضو ايه هذا برضو هنا عشان يبقى الامور واضحه في اذهاننا. هنشوف تاني المنظر اللي احنا كنا رسمينه ده، ان الدراجز دي كانت بالتعبير الدارج عارفين مكلبشه كده السيمباثيتك نيرف سنترال اللي من فوق ماسكاه السي ان اس. الدراج بتاعنا الكلونيدين ده كان ماسك مين؟ السيمباثيتك ده ماسكه من فوق، مقفل عليه من فوق ومقلل الديسشارج فيه خالص، وعشان كده كان مقلل ايه؟ كان مقلل النور ايبينفرين ريليز ده الكلونيدين. اما اعمل سادن ويزدرول خلاص فتحنا السكه دي، هيزيد جدا الديسشارج، سادن انكريز تريمندس انكريز ان سيمباثيتك سبلاي، يحصل انكريز في السيمباثيتك discharge، واذا ريزلت يؤدي لايه؟ ده اللي كان قال لي يحصل increase great increase في norepinephrine release at the nerve ending therefore the blood pressure rises tremendously. بشبهها دايما للطلبه بتوعي عشان تبقوا زيكم زي كل اللي مروا بي قبل كده. انتوا عارفين الخيل لما بيبقوا ماسكينها كده باللجام، الفارس بيبقى ماسك اللجام كده ويسيبه بقطر، يقوم الخيل يا دوبك بيتحرك ايه حركه بسيطه. عايز اقول لكم لو هو ماسك اللجام جامد، اللجام ده اللي هو السمباثيتك يعني، وبعد كده ساب اللجام ده مره واحده، هتتوقع يا ترى الخيل ده هيمشي يعني هياخد راحته في المشي ولا هيجري؟ هيجري. فالكلونيدين ده كان اللجام اللي ماسك السمباثيتك، سيبنا اللجام كلونيدين وقفناه سادنلي، تبص تلاقي خلاص اللجام ده بقى واسع، السيمباثيتك ياخد راحته بقى ويرمح يجري، معناها ايه؟ يزيد الديسشارج فيه ويزيد النورابينفرين ريليز، تحصل ظاهره الريباوند هايبرتنشن. يا ترى ده السبب الوحيد لها؟ لا، في سبب تاني، في سبب تاني. لما كان الكلونيدين شغال، ننسى بقى دي خلاص، لما كان الكلونيدين شغال ومقلل، مش مفيش بقى
المكان الكلونيدين شغال. ما جبناش الوزرولز لانه سكت يعني احنا وقفنا استعماله مره واحده لسه ما قلناش. لما كان الكلونيدين شغال كان مقلل النور ابنفرين ايه ريليس. احنا قلنا الكلام ده على البلاد فيسلز بقى الالفا ريسبتورز اللي قاعده تستنى النور ابنفرين يشتغل عليها دي. لا يا كميه صغيره من الترانسميتر بتجيلها. لا يا سمبثاتيك اكتيفيتي اللي جايه لها اقل. بيحصل فيها ايه برضو الكلام ده خدناه في الترم الاولاني. يحصل what is known as upregulation of the receptors. السبب الثاني upregulation يعني increase في النمبر بتاع انهي ريسبتورز بتاع الالفا 1 ريسبتورز اللي موجوده فين على البلد فيسلز. عشان لاقي النور ابنفرين اللي بيجي لها كميته قليله تزود العدد بتاعها قوي. ماشي متوقع ان ده هيخليها تقدر تدي شويه سمباثيك اكشن لان اللي جاي لها قليل. فدي ظاهره طبيعيه بتحصل. يحصل اب ريجيليشن عددها يزيد. ده اثناء ما كان مين الكلونيدين شغال. طب احنا عملنا سادن ويزدرول زاد جدا السمباثيك اوت فلو اللي هي النقطه نمره واحد. وكمان ايه النور ابنفرين الكتير قوي اللي زاد ده بقى هيطلع يلاقي عدد كبير جدا من الالفا ريسبتورز لان حصل لها اب ريجيليشن. وخدوا بالكم هنا دي الالفا 1 الموجوده على مين؟ على البلاد فيسل. قال في ناس بتتلخبط. دراج يعني اوريجينالي بيشتغل على الالفا 2 اللي في السي ان اس ممكن بيشتغل على الالفا 2 اللي على البري سينابتيك سايت ما تتلخبطش. اللي بيحصل لها اب ريجيليشن هي مين؟ اللي بيحصل لها اب ريجيليشن هي الالفا 1 اللي موجوده على البلاكس. التو كوزز دول يخلوا السادن ويزدرول يعمل ظاهره الريباوند هايبرتنشن او الريباوند فينوميا. طيب الحل ايه؟ طبعا الحل سهل ان احنا نعمل جراديوال ويزدرول بقى يعني نسيب له اللجام كده ليتل باي ليتل يقوم يزيد الترانسميتر شويه بشويه ما يحصلش العمليه دي السادن. اوكي دي الظاهرة دي بتحصل أكتر مع الكلونيدين عن الأذر إيه؟ الأذر دراجز اللي هي encountered in this group. كده إناف بالنسبة للcentrally acting anti-hypertensive. طيب تاني محطة هنتكلم عليها مين؟ الجانجليا. فهنتكلم على الجانجليوم بلوكرز. طبعا جانجليوم بلوكرز دي أكيد أنتوا خدتوا عنها فكرة كويس جدا. جانجليوم بلوكرز دي بتقفل. عندنا كم نوع من الجانجليا؟ عندنا سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك جانجليا. فهي بتقفل كل الجانجليا اللي في جسمنا. بتقفل السمباثاتيك والبارا سمباثاتيك جانجليا. وزي ما انتم عارفين ان كل اورجان بيجي له دول سبلاي. كل اورجان بيجي له سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك. طب لما نقفل يعني الجانجليا هيكون الامباكت بتاعه ايه على الاكتيفيتي بتاع الاورجان؟ فلو هو عنده الاثنين قال لك لازم برانش منهم بيبقى له الابر هاند على الكنترول بتاع الاكتيفيتي للاورجان ده. يعني ايه الكلام اللي بنقوله ده اللي هنشرحه دلوقتي. اول معلومه قلناها انه بيقفلوا بوث تايبس اوف جانجليا سيمباثيتك اند بارا سيمباثيتك جانجليا. بيقفلوا كل الجانجليا اللي موجوده. examples خلاص بقى خلصنا. طبعا في البدايه خدنا الهكسابيسونيوم وفي المعمل استعملنا بونك نيكوتين ده يعنينا طبعا هنا. في بقى examples جانجليون بلوكرز. فيمبيدين فيكامايلامين أول خالص خد الهكساميسونيا. في بقى حاجة يعني أحدث من دي اللي هي تراي ميتافان. طيب أول معلومة قلناها دلوقتي إن بلوكس سمباثيتك وبارا سمباثيتك جانجليا. طيب ازاي بتعمل لهم بلوكينج اهو ادي الجانجليا اهي هنكبرها
ده بنسميه البوست جانجليونيك ممبرين، ده بنسميه البوست جانجليونيك ممبرين. الريسبتورز اللي عليه نوعها ايه؟ نيكوتينيك ريسبتورز. Which type of nicotinic receptor؟ NN nicotinic neuronal، لأن في NM موجودة في neuromuscular junction بتاعت السكيليتال ماسل بفكر. طيب الجانجليا ده ايه الأحداث اللي بتحصل فيها؟ من البري جانجليونيك نيرف فايبر بيطلع ميديتور اللي هو مين في كل الجانجليا سواء سمباثيك أو باراسمباثيك، هو الأسيتايل كولين، بينقل او بيعمل عمليه الترانسميشن دي، ينقل الامبلس اللي جايه الاشاره العصبيه اللي جايه من السي ان اس. طبعا ده ويذر ات سمباثيك او باراسمباثيك اصله برده السي ان اس، ينقل الاشاره اللي جايه من البري جانجليونيك نيرف فايبر الى البوست جانجليونيك ممبرين. يعني الاسيتايل كولين يشتغل على الان ان ريسبتورز يوصل الامبلس اللي هتكمل وتيجي للنيرف اني وتطلع بقى الميديتور، سواء هو لو ده باراسمباثيك نيرف يبقى استالكولين، لو سمباثيك يبقى كاتيكولامينز. طيب جانجليون بلوكر ذات از تو سي ات بلوكس الان ان ريسبتور، ادي تاني معلومه هنقولها، بلوكس الان ان ريسبتورز الموجوده في الجانجليا. از ا ريزلت عملت بلوكينج لايه؟ بلوك الترانسميشن، عمليه الترانسميشن اللي بتحصل في الاوتونوميك جانجليا. شوف الامبارس طول ما هي ماشيه في النيرف بنسميها بروباجيشن او كوندكشن، اول ما تيجي سايناكس في هنا دلوقتي فراغ هينقل الاشاره من البري للبوست، بنسميها عمليه ايه؟ ترانسميشن. قفل لنا الترانسميشن في الاوتونوميك جانجليا. As a result الميديتور اللي بيطلع في الاخر مش هيطلع. طيب اللي يعنينا احنا ايه؟ احنا قلنا بتقفل سمباثيك وبارا سمباثيك. انا بنعنينا هنا في الهايبرتنشن البلاد فيسلز. البلاد فيسلز رايح لها الاثنين، لكن مين اللي له الابر هاند على الكنترول اوف ذا اكتيفيتي اوف ذا بلاد فيسل؟ لما نرجع اللي خدناه قبل كده هنعرف ان اللي له الابر هاند على الكنترول اوف اكتيفيتي اوف بلاد فيسل هو مين؟ السمباثيتك نيرف. فانا هتعامل مع موضوع ان انا بقفل السمباثيتك جانجليا، قلت له انا قفلت البارا، لكن اللي له الابر هاند على الكنترول بتاع الجوب بتاع البلاد فيسل هو مين؟ هو السمباثيتك. منعنا الترانسميشن يبقى منعت الريليز بتاع مين؟ النور ايبينفرين، يبقى التاثير بتاعه على الالفا 1 ريسبتور وقف، فيحصل ايه للبلاد فيسل؟ فازو دايلاتيشن. ده كده بوضوح، والكلام ده انتوا حطوه قبل كده، ازاي الجانجليون بلوكر بتؤدي الى انتي هايبرتنسيف فازو دايلاتيشن، ديكريس بريفرال ريزيستنس، يقل البلاد بريشر ديو تو بلوكينج اوف ذا سمباثيتك جانجليا ويتش كنترول الاكتيفيتي بتاعت مين؟ البلاد فيسل. دي ار ان ال بلوكرز دراجز موجوده اسمائها عندنا. مش المشكله المجموعه دي از ريرلي او سيلدم يوز في حالات الريزيستنت هايبرتنشن او الريباوند هايبرتنشن، يعني تعتبر الخط الثالث الرابع مش من الحاجات اللي بتستخدم فريكوينتلي. ليه؟ ديو تو لوت اور وايد سبريد سايد افكتس. الوايد سبريد سايد افكتس جايه من فين؟ من الجزئيه دي، انها زي ما بتقفل السمباثيتك بتقفل كمان الايه؟ الباراسمباثيتك. يعني في عجاله نقول السايد افكتس تعمل اورثوستاتيك هايبوتنشن، اورثوستاتيك ان ذا ابرايت بوزيشن، بلاد بريشر بيوطى قوي، بتعمل دايجستيف بروبلم، حاجات في الجي اي تي. الجي اي تي مين اللي له الابر هاند؟ الباراسمباثيتك. فهي زي ما بتقفل السمباثيتك بتقفل الباراسمباثيتك، يحصل باراليتيك ايليس او انتستاينال اتوني، دايجستيف بروبلمز، دراي ماوس، اليورينري بلادر يحصل يورين ريتنشن، ريلاكسيشن للسموث ماسل هناك. كل دي بتعمل برضو سيكشوال بروبلمز، فيلير اوف اريكشن اند ايجاكيوليشن، يعني لها وايد سبريد سايد افكتس. فدي ار سيلدم يوزد في حالات الريزيستنت او ريباوند هايبرتنشن. طيب في واحد حقف عنده كده واقول عليه كلمه اللي هو تراي من الفان ده،
تراي ميتافيلين يعني ديك انتي هايبرتنسيف يعني بلوكرز سيلدم يوزد. التراي ميتافيلين ده بيستخدم في حاله قال لك اثناء اللونج لاستنج سيرجيكال اوبريشنز. اثناء اللونج لاستنج سيرجيكال اوبريشنز في عمليات بتستغرق وقت طويل. احنا هنتكلم على بالذات مين؟ التراي ميتافيلين. اثناء اللونج لاستنج سيرجيكال اوبريشنز العمليات طويله المدى تاخد وقت كتير زي مين؟ نيورو سيرجري مثلا، عمليات اللي في الاعصاب او في العمود الفقري، الكارديو واسكولار بروسيجرز قلب مفتوح، البلاستيك سيرجري عمليات التجميل. كل العمليات دي اللي بيميزها انها ايه؟ لونج لاستنج، يعني بتاخد وقت طويل. طيب لو في ووند مفتوح لمده ساعات، العمليات بتستغرق 6 7 8 ساعات ويمكن اكتر من كده، ماشي؟ الووند ده مفتوح عمليه يعمل ايه؟ البلد منه اوزنج، صح؟ To reduce or to minimize the loss of blood from the opened wounds during long-lasting surgical operations, it's our goal or our target is to reduce the blood pressure. فتبقى البوشينج باور اللي عماله تطلع الدم، النزف اللي بيحصل من الاوبن وون تبقى less. يبقى we use trimetoprim in long-lasting surgical operation to produce what is known as controlled hypotension. يعمل لنا حاجة اسمها controlled hypotension. Why? To minimize عشان يقلل the loss of blood from opened wounds من الجروح المفتوحة دي. امتى؟ في اللونج لاستنج سيرجيكال اوبريشنز. كده خلصنا الجانجليون بلوكر، ادي المحطة الأولى خلاص، المحطة الثانية خلاص، المحطة الثالثة عند النيرف تيرمينال بقى. عارفين إن عند النيرف تيرمينال بيبقى فيه الستورج فيسيكلز which synthesize and store الكاتيكولامينز. في دراجز بتشتغل عند السايت ده عند النيرف اندينج بنسميها زي الريزيربين كده والبوليفيدين، ادرينرجيك نورون بلوكرز. الادرينرجيك نورون احنا كولكتيفلي بنقول الدراجز دي بتمنع الريليز بتاع الكاتيكولامينز او بتعمل ديبليشن للكاتيكولامينز من الفيسيكلز. هنتعرض لها برضه في عجاله لان برضه الدراجز دي ار سيلدم يوز، ممكن واحد منهم كده بيستخدم شويه. هنقول الكلام ده دلوقتي. ادرينرجيك المحطه الثالثه مش السمباثوليكس، ادرينرجيك نيورون بلوكرز، نيورون بلوكرز لايك جوانيثيدين والريزيربين. تلكوا ده برضو بيستخدموا قليلين جدا، الخط الرابع ولا حاجه مش بيستخدموا كتير. البوليفيدين ده بيعمل ايه؟ ادي النيرف اندينج وادي الستورج فيسيكلز اللي فيها كاتيكولامينز. بيحصل له what is known as uptake. It's taken up. البوليفيدين بيحصل له uptake. Displacing مين؟ مين اللي متحوش جوه؟ النور ابنفرين. يروح مطلع مين؟ النور ابنفرين. بيطلع النور ابنفرين ويدخل هو بقى، هو اللي سكن جوه بقى، جوه فيه جوانيثيدين. في البدايه لما يحصل له ابتيك وديسبليس النور ابنفرين اللي هو ستورد في الفيسيكلز دي يحصل ايه؟
phase of rising blood pressure. بعد كده لما تيجي impulses أخرى through the sympathetic nerve تيجي عند the storage vessels هتلاقي ما فيهاش ميل، ما فيهاش. يبقى كده منع release of norepinephrine، ما فيهاش غير الجوانيتيدين، يبقى منع release of norepinephrine. ده الجوانيتيدين. ده بقول لكم تقريبا خلاص، يعني ناخد بس theoretically الميكانيزم بتاعته ازاي بيعمل مشاكل دائريه ونيزل كونجيشن وسوستاتيك هايبوتنشن وسكشوال بروبلمز. ما علينا، ده لن يعنينا كتير. اللي شويه لسه بيستخدم برضو القليل بس، يعني ممكن ريزربين. الريزربين ده بنقول عليه ديبليت، يعني بيفضي الكاتيكولامين ستورز ات سيمباثيتك نيرف اندينج، بيفضيها في البريفري يعني، وأولسو ديبليت الكاتيكولامين في السي ان اس وفي الادرينال ميدل. بيديبليت الكاتيكولامين، ومش كاتيكولامين، وبيديبليت كمان السيروتونين. بريفرالي سنترالي اند ان ذا ادرينال ميدل. يعني ايه بقى اللي بيحصل؟ هنخليها على الرسمه دي بس بقى هنعدلها للريزربين. Actually اللي بيعمله الريزربين ادي الستورج فيسكلز، it binds to these storage vesicles causing their disintegration، يعني بيعمل لهم damage، فيفضل اللي فيهم من الكاتيكولامين يطلع، يطلع يلاقي مين؟ المونو امين اوكسيديز انزيم يشتغل على الكاتيكولامينز اللي طالعه دي ويكسرها، خلاص خلصنا. طب الستورج فيسيكل حصل لها، حصل لها لايسز، حصل لها دامج. كان ات سينثسايز نيو امونتس اوف كاتيكولامين؟ نو. كان ات ستور كاتيكولامينز انسايد ات؟ نو. حصل لها ديزنتجريشن لايسز. سو ات از ديبليتد فروم اتس كونتنت اوف كاتيكولامين. عشان كده بيقولوا عليهم بيعملوا ديبليشن للكاتيكولامين ستورز. The reservoir binds to these storage vesicles causing their disintegration, so they lose their ability to synthesize or store catecholamines. They are depleted. استنفذ الكونتنت اللي فيهم من الكاتيكولامين. مشكلة الريزربين يا أولاد عشان بيفضي برضو الكاتيكولامين ستور في الـ CNS، مشكلته الأساسية إنه بيعمل ديبريشن في 25% من البيشنتس. بيعمل severe depression to the extent that it pushed the patient to commit suicide. يعني depression شديد إلى الدرجة إن ال patient ممكن يحاول ينتحر. فطبعا أكيد هنقولها دي كده biologic it's completely contraindicated في ال patients اللي كان عندهم history of mental depression. أي patient عنده history of mental depression بنعالجه من الهايبرتنشن طبعا، ما ندلوش ابدا الريزربين ده. يبقى هي مشكلته الاساسيه السي ان اس ديبريشن اللي هو بيفضي سوري الكاتيكولامين ستورز الموجوده في السي ان اس والسيروتونين، فبيدخل البيشنت في سيفير ديبريشن ليدنج تو كوميتنج سويسايد. كونترا اندكيتد في البيشنت اللي عندهم ايه؟ اللي عندهم المشكله الثانيه بتاعت الريزربين. والريزربين ده ممكن شويه بيستخدم بس يستخدموه بقى عشان المشاكل بالسمول دوز ويدوا معاه ايديوريتك، يعني برضو ان رير كيسز يعني ان رير كيسز. المشكله الثانيه تاثيره على الجي اي تي. الريزربين ده بيعمل جاستريك ألسريشن، ويعني نوع من الالسرز اللي بنسميها بليدنج ألسرز. مشكلته الثانيه على الجي اي تي ممكن يعمل بليدنج ألسرز. بيعمل جي اي تي ألسريشن او جاستريك ألسريشن الى الدرجه انها بتعمل بليدنج للسيرفيس بتاعها. حتى احنا يعني كنا بنستخدمه في الريسيرش از ا تول تو اندوس بيبتيك ألسر ان اكسبيرمنتال انيمالز لايك ذا راتس اند تو ستدي ذا افكت اوف ذا بروتكتيف ايجنتس اون ذير ستومك اور جودينا. كده يبقى احنا خلصنا مين؟ طبعا المجموعه دي برضو مش من المجموعات اللي هي تستخدم غير في حالات بسيطه جدا. الريزربين زي ما قلت لكم بسمول دوز ومعاه دايركت. خلصنا المحطه الثالثه
المحطه الرابعه مين اللي هنقفل الريسبتورز بقى اللي على البلاد فيسلز وبعد كده نقفل الريسبتورز اللي على الهارت. نبقى قفلنا تاثير السيمباثيتك في كل المحطات بتاعته او قفلنا عليه في كل الابواب بتاعته. نتكلم على الالفا بلوكرز. طبعا انتوا عارفين الالفا بلوكرز في منها دراجز نون سيلكتيف تقفل الالفا 1 والالفا 2 وفي دراجز سيلكتيف للالفا 1. احنا دي اللي بنستحسنها هنا وهنقول ليه. الفا بلوكرز ده كان ايه نمبر 4 بقى. احنا ما زلنا تحت التايتل الكبير مين سيمباثوليتكس. الفا بلوكرز نون سيلكتيف خدتوها طبعا. انا بعيد برضو في نقص بنزامين فنتولامين سيلكتيف الفا 1. احنا بدانا نتكلم على الالفا بلوكرز نون سيلكتيف فينوكسيبنزامين وفنتولامين. السيلكتيف الفا 1 برازوسين وترازوسين عندنا الاسماء دي ودوكسازوسين. السيلكتيف الفا 1 بلوك طبعا البلاد فيسلز فيها ايه؟ فيها الفا 1. طيب من حيث الميكانيزم اوف اكشن فيري ايزي بيولوجيك they block alpha 1 receptors on the blood vessels بيقفلوا الالفا 1 ريسبتور على البلاد فيسل leading to vaso dilatation and lowering of the blood pressure. مين مين اللي هيقل؟ الدايستوليك بلاد بريشر. لان هو ده اللي له علاقه بالتون اوف ذا بلاد فيسل. رجعوا بقى للكلام اللي احنا قلناه. هو ده اللي له علاقه بالدايستوليك بلاد بريشر اللي هو مين؟ اللي هو الالفا 1 ريسبتور. لما نقفلها على البلاد فيسل يحصل فازو دايلاتيشن يقل الدايستوليك بلاد بريشر. طيب في كده معلومه دايما نقولها يعني. طيب what about the non-selective drugs؟ يعني ليه بنستحسن هي مشكلة الالفا بلوكرز دي؟ لما بتعمل فازو دايلاتيشن اكيد كريفلكس ميكانيزم بيبقى فولود باي وات؟ فولود باي ريفلكس تاكي كاردي. الريفلكس تاكي كاردي اللي بتحصل دي بتبقى فيري سمول في حالة السيلكتيف دراجز. طبعا الفليكس تاكي كارديا دي هنا تصب في صالح التارجت بتاعنا؟ لا طبعا. تاكي كارديا معناها ايه؟ انكريز هارت ريت يعني انكريز كاردك اوتبوت يبقى زودنا البلاد بريشر سبيشالي مين السيستوليك. فمش محبوبه التاكي كارديا. فلقوا ان الكومباوندز النون سيلكتيف اللي بتقفل الالفا 1 والالفا 2 بتعمل مور تاكي كارديا عن مين؟ عن السيلكتيف الفا 1. يعني وي بريفير السيلكتيف الفا 1 بلوكرز. واي بقى؟ ليه النوع الاولاني النون سيلكتيف ده بيعمل لنا تاكي كارديا شديده؟ ليه؟ للاتي. فكركم تاني ان انا قلت لكم ان على البري سينابتيك نيرف تيرمينالز قلنا على البري سينابتيك نيرف تيرمينالز في الفا 2 ريسبتورز. فاكرين مع الكلونيدين لما الكلونيدين كان بيعمل لها ستيميليشن كان بيحصل ايه للريليز اوف ميدياتور؟ رجعوا بقى اللي قلته كان بيقل نور ابنفرين ريليز. ولما كان بيعمل لها ايه؟ بري سينابتيك الفا 2 ريسبتورز. بعد تاني الكلونيدين اللي كان بيعمل لها ستيميليشن كان بيقلل مين؟ نور ابنفرين ريليز. مش هكتب عشان ما نلخبطش الدنيا، الكلام ده قلناه في الكلونيدين. طيب النون سيلكتيف دراجز دي بتقفل الالفا 2 ريسبتور. تتوقع تعمل ايه للريليز اوف ترانسميتر؟ تزود النور ابنفرين ريليز.
زود الكاتيكولامين ريليز ان ذا نيرف تيرنر due to blocking of the presynaptic alpha 2 receptors. والريليز كاتيكولامين دي لما تزيد هيبقى لها امباكت انها تعمل ستيميليشن للهارت، تزود التاكي كارديا اللي بتحصل بالريفلكس ميكانيزم اللي احنا لسه قايلينها، بتزيد اكتر التاكي كارديا، والتاكي كارديا مع الدراجز دي كاونتر اكت الانتي هايبرتنسيف ايفكت بتاعها. فهمتوني؟ تاكي كارديا يزيد هارت ريت، يزيد كارديك اوتبوت، يعلى البلاد بريشر. اذا وي بريفير تو يوز سيلكتيف الفا 1 بلوكرز لايك برازوسين، ترازوسين، دوكسازوسين. بيعملوا ايه؟ نقفل الالفا 1 ريسبتور على البلاد، يحصل بازو دايلاتيشن، تقل البريفرال ريزيستنس، فيقل البلاد بريشر سبيشالي مين الدايستوليك بلاد بريشر. الحقيقه الدراجز دي لها جود امباكت على الليبيد بروفايل، يعني بتزود لنا الهاي دنسيتي لايبوبروتين وتقلل اللو دنسيتي لايبوبروتين. مشكلتها الاساسيه في ناس كتير لما ياخدوها لاول مره البلاد بريشر فولز تريمندسلي كوزينج وات از نون از فيرست دوز فينومينا. بلاد بريشر بيوطى جامد جدا فيهم، يحصل لهم بقى فينتينج ولوس اوف كونشسنس، نسميها الفيرست دوز فينومينا، بالاضافه للاعراض بتاعه اللورنج اوف بلاد بريشر زي الهيدج والفينتينج والاعراض الاخرى اللي احنا عارفينها. طيب ادي الايه الالفا 1 بلوكرز، فاضل لنا مين؟ احنا كده قفلنا على البلاد فيسل صح؟ كل المحطات اتقفلت اللي قبل كده، وقفلنا كمان على مين؟ على الالفا 1. فاضل نقفل البيتا اللي موجوده مين؟ على الالفا. فاخر مجموعه في السيمباثوليتكس اللي هي الدراجز اللي بتقفل لنا البيتا ريسبتورز، طبعا كاسماء انتوا عارفينها كويس جدا. وارجع هنا بقى اذكر واشاور تاني، بيتا بلوكرز قولوا معايا استخدمناها مع بعض في ايه؟ عشان احنا دي اخر محاضره. استخدمناها ككلاس 2 انتي اريثميك دراجز، واستخدمناها المره اللي فاتت في علاج الانجينا قبل الورك دان باي سلوين ذا هارت. النهارده هنستعمل البيتا بلوكر اس انتي هايبرتنسيف ايجنت. يبقى لهم كده كام بقى؟ لهم ثلاثه ابلكيشنز. انا قلت لكم الكلام ده واحنا بنتكلم على الايه؟ على الانتي اريثميك دروكس. بيتا بلوكرز اعتقد الاسماء احنا عارفينها كويس جدا، يعني ما اعتقدش ان احنا هنكتبها. البروبرانولول ده النون سيلكتيف، والاتينولول ده سيلكتيف بيتا 1، والاسيبيوتولول برضه سيلكتيف. في حاجات اللي عندها انترنسك سيمباثوميميتك اكتيفيتي زي البيندولول، وبقيه الاسماء التيمولول وغيرهم مكتوبين كلهم عندنا في المذاكره. طيب عايزين نبص لهم المره دي كانتي هايبرتنسيف دراجز، وباي ديدكشن كده نجيب الميكانيزم اوف اكشن بتاعته. في حاجتين انتوا تقدروا تجيبوهم من المعلومات البسيطه اللي عندنا. اول حاجه اما بتقفل بلوك البيتا 1 اللي على الهارت صح؟ تعمل ايه للهارت ريت؟ لسه قايلينها انتي اريثميك، سلوينج للهارت تقلل هارت ريت. قللت الهارت ريت يبقى قللت مين؟ كاردياك اوتبوت. كاردك اوت بوت انت مت ريليشن شيب مع مين؟ مع البلاد بريشر، يبقى انت قللت مين؟ البلاد بريشر. تمام؟ سلوينج اوف ذا هارت قللنا الكاردك اوت بوت، قلل البلاد بريشر، ادي اول حاجه. في فين كمان بيتا ريسبتور يا ولاد؟ افتكروا كده في مع الكلونيدين قلنا حاجه كده، قلنا ان في بيتا ريسبتورز موجوده في الجوكس تاجلوميرير سيلز اللي بتطلع مين؟ الرينين. فقال لك نمره 2 في الميكانيزم هتقلل الرينين ريليز. ليه؟ due to blocking of بيتا سيلز بيتا ريسبتورز اللي موجوده على الجوكس تاجلوميرير سيلز. طبعا قللنا الرينين، قللنا الانجيوتنسين، وصدعنا الشرايين، حصل لورينج اوف ذا بلاد. في بقى ثلاثه واربعه دي
اغششكم تحفظوها ازاي وهي سهلة جدا. ارجعوا كده للكلونيدين. الكلونيدين كان بيقلل release of transmitter at the sympathetic nerve ending by a central component and by a peripheral component. centrally كنا بنقول في CNS لما يعمل stimulation الفا 2 ريسبتور كانت بتبقى النت ريزلت انه بيقلل مين؟ الترانسميتر نوربينفرين ريليز بيقلل. على نفس الشاكله بقى بس احنا هنشفت للبيتا ريسبتور. هقول بلوكينج اند بيتا بلوكرز. بلوكينج اوف سنترال بيتا ريسبتورز بيدي نفس نتيجه الاستيميليشن بتاع الالفا 2 ريسبتور. بلوكينج اوف بيتا ريسبتور in the same way reduces central sympathetic outflow بيقلل النورابينفرين ريليز. يعني السنترال كومبوننت زي مين؟ زي الكلونيدين. بقول لكم ازاي تحفظوه. البريفرال كومبوننت اللي كانت في الكلونيدين كانت ايه؟ قال لك عند البري سينابتك قلنا في الفا 2 كلونيدين كان اجونست عليها ستيميوليت ات فكان بيقلل الريليز اوف نورابينفرين. هنا هنشيل بقى الالفا 2 دي هنقول لا احنا بنتعامل مع بيتا ريسبتور. على البري سينابتك سايد في بيتا ريسبتور. البيتا بلوكرز وين ذي بلوك البري سينابتك بيتا ريسبتورز بلوكينج اوف ذيس بيتا ريسبتور ات ذا بري سينابتك سايد اولسو ريديوسز نور ابنفرين ريليز ات ذا نيرف اندينج. يبقى احنا رشينا اتنين كده من احنا بنحفظ في الكومبوننتس اللي هي طبعا سهله جدا. نقفل البيتا اللي على الهارت يحصل سلوين. نقلل الرينال ريليز عشان قفلنا البيتا اللي في الجوكستابلمينيرال سيلز اللي في الكدني. وفي نفس الوقت عندها سنترال كومبوننت الدراجز دي تقفل البيتا اللي في السي ان اس تقلل السنترال سيمباثيتك اوت فلو النور ابنفرين ريليز وات ذا سيم تايم they act at presynaptic beta receptors causing further reduction in norepinephrine release. تعالوا نشوف مع بعض السايد افكتس بتاعتهم. سايد افكتس في حاجات برضو تعرضنا ليها وسهله. قلنا ان البيتا ريسبتورز دي سايد افكتس. خلاص ثلاثه واربعه احنا قلناهم خلاص. قلنا لما بنقفل البيتا ريسبتورز اللي على الهارت دي بالبيتا بلوكر deprive المايوكارديوم of the excitatory influence of sympathetic nervous system. فكده عرضة ان يحصل ايه؟ يحصل سيفير برادي ماشي؟ سيفير برادي كارديا which may lead to heart failure. حتى قلنا ساعتها نستخدم الايه؟ حاجة زي البندولول لها intrinsic sympathomimetic effect. الحاجة التانية قلنا الناس اللي عندهم برونكيال ازمة نستعمل لهم حاجة زي البروبرانولول؟ لا ده نون سيلكتف هيقفل لهم البيتا كمان اللي على البرونكاي يعمل برونكوسباز. فقلنا نستخدم السيلكتف بيتا 1 لوكال للناس اللي عندهم ايه؟ برونكيال ازمة. طيب في حاجة تانية ريليتد لقصة السنترال كومبوننت بتاعتهم. احنا قلنا لما بيقفلوا البيتا ريسبتور في السي ام اس بيلجموا برضو السمباثيتك نيرف ونور ابنفرين ريليز بيقل. If they are suddenly stopped sudden withdrawal هتتوقع يحصل ايه؟ يزيد الديسشارج ده يزيد الكاتيكولامين ريليز الاستيميوليشن بتاع البيتا 1 اللي موجوده على الهارت يزيد يحصل تاكي اريثمياس اختارها الفنتريكولار فايبريليشن. ده امتى؟ لو حصل سادن ستوب. عشان كده برضو it is withdrawn gradually. حصل سادن ستوب تحصل الفنتريكولار فايبريليشن and may lead to ischemia in the heart and may lead to heart failure برضو. طيب ايه كمان؟ قال لك بقى الدراجز دي ممكن تعمل انجينا
لما الهارت يشتغل جامد قوي كده يحصل له اسكيميا وممكن يسبب انجينا الاتاك. ففي الجزئية دي ننصح بايه الوزدرول بتاعهم over a long period of time من 7 ل 14 يوم if the doctor need to stop it. يعني غالبا برضو البيتا بلوكر الناس لما بتاخدها غالبا مش بتقف. يعني النقطة الرابعة في السايد افكتس they potentiate يعني بيزودوا الهايبوغلايسيميك افكت بتاع مين؟ بتاع الاورال هايبوغلايسيميكس ادوية السكر اللي بتتاخد بالبق والانسولين كمان بيزودوا الهايبوغلايسيميك افكت بتاعهم. ليه بيزودوا؟ قال لك الليفر فيه هيباتيك بيتا ريسبتورز مسؤولة عن عمليات الجلايكوجينوليس. الليفر فيه هيباتيك بيتا ريسبتورز مسؤولة عن ايه دي؟ عن عملية الجلايكوجينوليسيس. ايه عملية الجلايكوجينوليسيس؟ جلايكوجينوليسيس معناها جلايكوجين كسرناه وجبنا منه مين؟ جلوكوز. عملية دي بنسميها ايه؟ اهي جلايكوجينوليسيس. يعني يعني بيحصل بريك داون للجلايكوجين يطلع جلوكوز. طيب ده ميديتد بالبيتا ريسبتور. لو قفلنا دي يبقى احنا وقفنا عمليه ايه؟ الجلايكوجينوليسيس. قللنا البريك داون بتاع الجلايكوجين تو جلوكوز. يبقى الجلوكوز ليفل هيقل بالبيتا ريسبت بالبيتا بلوكرز. طب لو البيشنت ده اللي بياخد بيتا بلوكرز كمان بياخد اورال هايبوجلايسيميك او انسولين هيحصل ايه للهايبوجلايسيميك افكت بتاع الانسولين او الاورال هايبوجلايسيميكس؟ هيزيد اكتر لانه موقف لهم كمان عمليه الايه؟ الجلايكوجينوليسيس. سو ذا بوتنشيت يعني بيزودوا بيخلوا الهايبوجلايسيميا تحصل تبقى جامده جدا. بوتنشيت الهايبوجلايسيميك افكت اوف انسولين اند اورال هايبوجلايسيكس. اوكي؟ ده كده عرفنا السايد افكتس بتاع البيتا بلوكرز ونبقى انهينا بالسيمباثوليتكس. هنشفت لمين؟ هنشفت ناخد البلوكرز اوف ذا رينال انجيوتنسين سيستم وبعدين يتفضل لنا الفازودايليتورز في النهايه. طبعا عشان انتوا عارفين القصه كلها ان الانجيوتنسين ده زي ما قلت لكم فيري باورفول بريسر ايجنت صح؟ بيعمل فازو كونستريكشن شديد اكتر من النور ايبينفرين مش عارف 30 مره. فيري باورفول بريسر ايجنت بيعلي البلد بريشر. الايم ان احنا يا نقفل تكوينه ما يحصلوش سنتسيس يا نقفل له الريسبتورز بتاعته على البلد بريشر. فالمجموعه الاولى احنا بنتكلم على البلوكرز of renin angiotensin system. نقفل الحكايه دي عن طريق حاجتين. المجموعه الاولى اللي هي الايس انهبيتورز. ايس انهبيتورز as the name angiotensin converting enzyme inhibitors. الانزيم اللي بيحول لي الانجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2 ده ايس. لما اقفل ده ميكانيزم بقى يبقى عملت ايه؟ قفلت تكوين مين؟ الانجيوتنسين 2. والانجيوتنسين 2 بازو بريسور يعني بيعمل بازو كونستريكشن شديد هايبرتنشن. لما وقفت تكوين ده يبقى عملنا ايه للبلد بريشر؟ قللناه. ادي الميكانيزم نمره 1. الميكانيزم نمره 2 الانجيوتنسين 2 ده induces a release of aldosterone from the adrenal cortex. طب ايه الالدوستيرون ده؟ قال لك هرمون بيطلع من الادرينال كورتكس وظيفته ايه؟ بيشتغل في الرينال تيوبيول في الجزء الاخير منها ديستال كونفوليوتد تيوبيول
عشان يعمل ايه؟ بينهانس انهانس الاردوستيرون ده انهانس او مديت الري ابزوربشن اوف ووتر والصوديوم، وفي مقابلهم بيطلع البوتاسيوم. ما علينا، يعني الالدوستيرون ده بيعمل ري ابزوربشن للووتر والصوديوم في الديستال كونفوليوتد تيوبيول الجزء الاخير من النفر. اما يعمل ري ابزوربشن يحصل ايه للبلاد فوليوم؟ ها؟ يزود البلاد فوليوم، يعني يزود مين بالتبعيه؟ يزود البلاد بريشر. تمام؟ طيب الانجيوتنسين انديوس ريليز اوف الدوسترون. احنا قفلنا تكوين الانجيوتنسين بالاس انهبيتور، يبقى قفلنا كمان الريليز اوف الدوسترون. يبقى هنعمل ايه على الليفل بتاع الميه والصوديوم بيحصل لهم ري ابزوربشن؟ وقفنا الري ابزوربشن اوف ووتر اند صوديوم. يبقى عملنا ايه؟ ما وقفنا ده كاننا عملنا دايريتك ايفكت. طبعا لما وقفنا ده دايريتك ايفكت انا بشاور بيها ان احنا لما وقفنا ده وقفنا الووتر والصوديوم ري ابزوربشن في الديستال كونفيوتد تيوبول عشان وقفنا تكوين الانجيوتنسين اللي هو مسؤول عن العمليه دي. يبقى حصل دايريتك ايفكت. دايريتك ايفكت معناها قللت مين؟ البلاد فوليوم. معناها قللت مين؟ البلاد بريشر. ادي ميكانيزم اخرى contributing to the anti-hypertensive effect of the ACE inhibitors. فهم بقى الميكانيزمات A و B، يعني الميكانيزم A ودي الميكانيزم B حكاية الألبوستيرون. فضل ميكانيزم واحدة كمان الميكانيزم C، إن الإيس ده له اسم تاني اسمه كاينينيز، هو نفسه الإنزيم اللي هو الإيس ده انزيم. الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم ده انزيم له اسم تاني كاينينيز. الكاينينيز ده بيعمل ايه؟ بيكسر كاتالايز البريك داون او الميتابوليزم او الهيدروليسيس بتاع البرادي كاينين الى الميتابولايت بتاعتها. فلما قفلت الاكشن بتاع الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم يبقى انا قفلت الكاينينيز، يبقى قفلت البريك داون بتاع البرادي كاينين. حصل ايه للليفل ده؟ حصل اكيوميليشن اوف برادي كاينين. طب وده يهمنا في ايه؟ برادي كاينين بتعمل ايه على البلد بريشر؟ ده بقى فيري بوتنت فازودايليترز لورينج ذا بلد بريشر. في المجمل وقفت السنثسيس بتاع حاجه فيري باورفول فازو كونستريكتور فوسعت، وحوشت كتير جدا حاجه فازو دايليتور فوسعت، وكمان عملت دايوريتك افكت ثرو لورنج الفورميشن او السنتسيس بتاع الالدوسترون اللي الانجيوتنسين بيقوم بدور فيه، فزودت الووتر والصوديوم اكسكريشن فقللت البلاد فوليوم وقللت البلاد بريشر. الثلاثه ميكانيزم دول كونتريبيوت للانتي هايبرتنسيف افكت بتاع الايس انهبيتورز. ان كنا ما قلناش الاسماء وانا عارفه انكم اكوانتد بيها وعارفينها، الكابتوبريل، انالابريل، ليزينوبريل اللي هو الزستريل، في كومباوندز كتير جدا. مشكله الجروب دي ان القصه دي الاكيوميليشن بتاع البراديكاينين، البراديكاينين بتعمل برونكوسباس فبتؤدي الى دراي كاف. فعشان يتفادوا الحكايه دي قالوا طب ما احنا نقفل الاكشن بتاع الانجيوتنسين من غير ما اعمل حاجه تاثر على البراديكاينين ليفل. فقالوا ايه؟ طب نقفل له الريسبتور بتاعته على البلاد فيسلز. فوجدنا بقى المجموعه الثانيه في البلوكرز اوف ذا رينين انجيوتنسين سيستم، ان كان الاس انهبيتور نمره واحد هنقول هنا نمره اثنين اللي هي بلوكرز اوف انجيوتنسين 2 اون ذا بلاد فيسلز اللي هي الريسبتورز بتاعته على البلاد فيسلز اي تي 1 اسمها كده الريسبتورز بتاعته بلوكرز. تقفل له الاكشن بتاعه على البلاد فيسل وتقفل كل الحاجات اللي هو بيعملها زي اللو زرتان والفال زرتان. دول ايه هم احسن ليه من الاس انهبيتور؟ عشان بنتفادى قصه الاكيوميليشن بتاع البراديكاينين اللي بتعمل ايه؟ رايت. دي في عجاله
هند صغيرة على البلوكرز اوفرينين انجيوتنسيس سيستم، في حاجات طبعا اكتر في الجزئية دي. فاضل لنا مجموعة واحدة اللي هي الدراجز اللي بتقلل البريفرال ريزيستنس او البازو دايليتورز. والبازو دايليتورز الحقيقة نوعين، نوع بيشتغل بيوسع بس الشرايين، ونوع بيوسع الارتريز والفينز ميكس. هنتكلم على الارتيريا البازو دايليتورز كلمة صغيرة. البازو دايليتورز راح نقول عليها دايركتلي اكتنج. دايركتلي معناها they don't deal with certain receptors. عارفين كده لهم ميكانيزمات تانية at cellular level، هنقولها كده برضو بسرعة. البازو دايليتورز دي اساسا جاية قدام ان واحد من الفاكتورز تأثر في البلاد بريشر، رجعوا للي احنا كتبناه قدام البريفرال ريزيستنس، وسع تقلل البريفرال ريزيستنس. البازو دايليتورز في ارتيريال بازو دايليتورز، ارتيريال بازو دايليتورز يعني بتوسع لي الارتريز بس by direct relaxation للسموث ماسل lining the arteries. direct relaxation they don't act at the circle من direct they don't act at a certain receptor. زي مين؟ زي الهيدرالازين، المينوكسيدين، والكالسيوم شانل بلوكر. طبعا هما دايركتلي ريلاكس ذا سموث ماسل لاينينج ذا ارتريز. كوزي لمين؟ للارتريز. كوزي ارتيريال بازو دايلاتيشن اللورينج اوف ذا بلاد بريشر. ويتش وان الامباكت بتاعهم هنا؟ عشان هما بس بيشتغلوا على الارتريز، الامباكت بتاعهم على الدايستوليك، بيقللوا لي الدايستوليك، ما لهمش دعوه بالفينس ريتيرن والسيستوليك بلاد بريشر. هنفهم المعنى ده لما نيجي للميكس تايب. يوسعوا الارتريز بس، يعملوا لوري، يقللوا البريفرال ريزيستنس، يقللوا الدايستوليك بلاد بريشر. مش معنى انهم دايركت زي ما قلت لكم انه ما لهمش ميكانيزمات، لا. الهيدرالازين ده انديوس الريليز، هنشوف بسرعه كده كل واحد يعني بيعمل ايه، حاجات خدناها قبل كده. induce release of nitric oxide من الاندوثيليوم بتاع الارتريز، من الارتيريال اندوثيليوم. ولما بيطلع النيتريك اوكسايد، نرجع بقى لمحاضره النيترايت. نيتريك اوكسايد through its action on the guanine cyclase enzyme كسر الجي تي بي، طلع لنا السايكليك جي ام بي which mediates the vasodilator effect، قلناها قبل كده. طب المينوكسيدين والديازوكسايد المكتوبين عندنا، قال لك دول بيعملوا opening للبوتاسيوم channels enhancing the outflux of potassium، يبقى ليد الى عمليه ايه؟ هايبر بولاريزيشن. هقول لكم الجزء ده هشرحه. والهايبر بولاريزيشن ليد تو انهبيشن، يعني ريلاكسيشن السموث ماسل. تاني فاكرين؟ بوتاسيوم الصوديوم بيبقى بره والبوتاسيوم جوه، لو جبنا حاجه تفتح الشانلز بتاعت البوتاسيوم وتطلعه، يبقى احنا كده زودنا البوزيتيفيتي اوتسايد اوف ذا ميمبرين، وفقد البوزيتيف تشارج جوه زودنا النيجاتيفيتي انسايد. الحاله دي بولارايز بس اعلى من البولارايز، بنسميها حاله ايه بقى؟ هايبر بولارايزيشن. وانا نوهت في اول محاضره ان الالكتريكال تشينجز اللي ممكن تحصل عن طريق الموفمنت اوف ايز تاخد اكتر من صوره. الصورة اللي عملنا عليها انفاسيس واحنا بنشرح الالكتريكال تشينج بتاع الهارت كانت الدي بولاريزيشن، ينتج عنها ستيميوليشن بي. هنا بقى
المينوكسيديل بيفتح البوتاسيوم شانل، يحصل بوتاسيوم اوت فلكس، يزيد البوزيتيفيتي بره والنيجاتيفيتي انسايد، يحصل ايه هايبر بولاريزيشن، يحصل ايه للتشينج ده. المره اللي فاتت انا قلت لكم اللي بيعمل هايبر بولاريزيشن يؤدي الى انهيبيشن. الانهيبيشن على السموث ماسل هيبقى ايه؟ ريلاكسيشن اوف ذا سموث ماسل بازو دايليتور. ده مين؟ المينوكسيديل. كالسيوم انتري بلوكر طبعا. تالت واحد من الارتيريال بازو دايليتور احنا شاورنا عليه الكالسيوم شانل بلوكرز كاسماء طبعا انتوا عارفينها كويس جدا. برابانيل، برتيازام، نيكاتيبين، أمنوديبين، ميفيديبين، سينارازين، قلناهم قبل كده ككلاس 4 أنتي أريزميك دراكس، قلناهم في المحاضرة اللي فاتت كأنتي أنجينال بيتكل بوست تارجتس بيخبطوا على الهدفين. هنا بنتكلم عليهم كأنتي هايبرتنسيف نتيجة إن هم بازو دايليتورز. بازو دايليتورز طبعا if you prevent الكالسيوم انتري، عارفين ان قلنا بعد البولاريزيشن بيبقى فيه انفلو للكالسيوم كارنت، وهو انهانس الكونتراكتايل بروسيس باي انهانسينج البايندينج بتوين الاكتين اند مايوسين. فايف يو بريفنت كالسيوم انتري يو ويل بريفنت الانتر اكشن بتوين الاكتين والمايوسين، يو كوز ا ريلاكسنت افكت اون ذا سموث ماسل. دي الفاين ميكانيزم بتاع كل واحد من الثلاثه. Collectively, they are arterial vasodilator lowering only the diastolic blood pressure. They don't have an impact on the venous return or on the systolic blood pressure. طبعا في شوية side effects مكتوبة، أنا هجيب الحاجات القط دي بس اللي طالبها منكم اللي هي related لكل الاثنين دول. الهيدرالازين ده بيعمل حاجة اسمها، معلش بتطلع الناحية التانية لأن هنا تقريبا مش هتشوفهم. الهيدرالازين ده بيعمل حاجه اسمها اللوبس سيندروم. لوبس سيندروم ده اوتو اميون ديزيز. الاعراض اللي هنقولها دي تحصل وهم بيعملوا ادمنستريشن للهيدرالازين وسبسايد اف يو ستوب اتس يوز. اهم الاعراض اللي بتبان فيه بيبقى فيه ارثرايتس، مايالجيا، سكين راش، ساعات بيبقى في فيفر برضو، هيباتو، سبلينو، ميجالي. يعني بيحصل تضخم، بيحصل تضخم في الليفر وفي السبلين. مايالجيا، ألم في السكيليتال ماسل، أرثرايتس، التهابات في الجوينتس، سكين راش، فيفر. الاعراض دي كلها بتتوقف مجرد ما يوقفوا اليوز بتاع الهيدرالازين. يبقى الهيدرالازين لازم في مين كسايد افكت اللوبس سيندروم. اما المينوكسيديل، فالمينوكسيديل ده بيعمل حاجه، هنشيل الميكانيزم بقى، بيعمل حاجه اسمها هايبر ترايكوزيس. هايبر ترايكوزيس يعني انهانس الهير جروث. هايبر ترايكوزيس بيزود الجروث بتاع الهير في كل الهيري ارياز، الفور هيد، الاي براوز اللي هي الحواجب، الاير، الفور ار. طبعا هي ميزه وعيب. العيب ان الفيميلز ما بيستخدموش ابدا لان ده طبعا مش مطلوب ابدا. بالنسبة للميلز بيعملوا منه preparations to treat alopecia. alopecia اللي هو ال baldness اللي هو الصلع. بيعملوا preparations منه to enhance ال hair growth للناس اللي عندها صلع أو alopecia أو baldness. والحقيقة هي بتزود ال hair growth مش نتيجة أي حاجة غير لأنهم بيزودوا ال cutaneous blood flow. فبصيلات الشعر بتتغذى اكتر، بازو دايليترز بيزودوا البلاد فلو في السكين، فبصيلات الشعر بتتغذى اكتر، يقوم يحصل انكريس في الهير جروث في كل الهيري ايريز. ماشي، دي كده احنا خلصنا الارتيريال بازو دايليترز، وبنعمل امفاسيس ان دول بيأثروا على مين؟ على الدايستول. في
في بقى الميكس تايب اللي هو النوع اللي بيعمل بازو دايلاتيشن للاثنين مع بعض للارتريز وللفينز نسميهم ميكس تايب. هو ممبر واحد اللي هو احنا في البازو دايلاتور خليها اللي هو الصوديوم نيترو بروسيت. صوديوم نيترو بروسيت ده دايركتلي ريلاكس ذا سموس ماسلز لايننج بوث ارتريز اند فينز ميكست بازو دايليترز. بمعنى دايليت ارتريز ودايليت الفينز كمان بنسميه ميكس تايب برضو لايدو دايركتلي اكتيف مش شغال على ريسبتور ولا حاجه. امال هو بيعمل ايه كميكانيزم؟ احنا الاول هو الاكزامبل بتاعنا الصوديوم نيترو بروسايت دايليت بوس ارتريز اند فينز. بيحصل له ايه؟ هو بين ميتابولايز تو بروديوس نيتريك اوكسايد. هو بيحصل له ميتابوليزم يطلع منه نيتريك اوكسايد اللي بنسميه الاندوثيليا ريلاكسين فاكتور. نيتريك اوكسايد اكت اون جوانيل سايكليز جي تي بي يتحول لسايكليك جي ام بي اللي مديت عمليه البازو دايليتور افكت على السموث ماسل او ريلاكسانت افكت. ريلاكسانت افكت اون ذا سموث ماسل اند بازو دايليتيشن اوف اول تايبس اوف فيسلز ارتريز اند فينز. هنيجي نبحث بقى لما يوسع الارتريز يحصل ايه وهنبدا نستخدم نتكلم على استخدامه. الارتريز دي لما توسع مين اللي بيقل؟ يحصل بازو دايليتور ايفكت. لسه قايلينها في الارتيريال بازو دايليتورز لما توسع الارتريز يحصل ايه؟ تقل البريفرال ريزيستنس ويقل مين؟ يقل مين؟ الدايستوليك بلاد بريشر. البريفرال ريزيستنس دي اللي احنا بنسميها ايه؟ بنسميها الافتر لود. اللود اللي على ما بعد يعني القلب. شوفوا يا اولاد بيجي يضخ الدم زي ما كنا قايلينها من شويه يعني البريفرال ريزيستنس اللي موجوده في الارتريز دي نسميها افتر لود. خلاص ما بعد القلب بيزق في اتجاهها الدم براه خلاص فده بيردن على الهارت بس افتر خلاص طالع الدم من بنميزها دي. طبعا هو بيقلل البريفرال ريزيستنس بتاع الارتريز يقلل البريفرال ريزيستنس يقلل الافتر لود فيقلل لنا مين؟ الدايستوليك دايستوليك بلاد بريشر. نمسك بقى اللي وراه بيوسع كمان الفينز. وسع الفينز هروح قايله لما يعمل فازو دايلاتيشن للفينز الامباكت بتاعه انه هيقلل لي الفينس ريتيرن ويقلل الكاردياك اوتبوت ويقلل لي السيس طالب بلاد بريشر. يبقى الميكس تايب اللي بيوسع الاثنين بيقلل لنا البريفرال بيقلل لنا الدايستوليك والسيستوليك بلاد بريشر. الارتيريال كانت بتقلل بس مين؟ الدايستوليك بلاد بريشر. الفينس ريتيرن ده اللي بيقل نتيجه الدايلاتيشن بتاع الفينز هنقول ليه او هفكركم ليه ده اللي بنسميه البريلود. وانا قلت لكم الكلمه دي قبل كده. لو جمعت بقى كل المعلومات اللي اتقالت في المحاضرات هتلاقينا في حاجات بتتكرر. الفينس ريتيرن الفوليوم بتاع البلاد الريتيرنينج للرايت اوريكل بنسميها الفينس ريتيرن بنسميه البريلود يعني الحمل اللي لسه داخل على القلب ما قبل القلب. البريفرال ريزيستنس بسميها افتر عشان خلاص ما بعد القلب فهمتوني؟ فهو هنا بيقلل الصوديوم نيتروبروسايت ثرو دايلاتيشن
of both arteries and veins reduces both the afterload, reducing the diastolic blood pressure, and reduces the preload, reducing the systolic blood pressure. فضلة كلمة صغيرة برضه عشان ما بقاش حاجة هيزي في أذهانكم. ليه الفينز لما بيحصل له بازو دايلاتيشن بيقل الفينس ريتيرن؟ أنا دي قلتها لكم على فكرة قبل كده أعتقد مع النيترايت. أما توسع الشرايين يحصل بولينج للبلاد في الـ سوري الفينز الفينز لما توسع الفينز ويتمص الدم في الدايليتد فينز الكمية اللي هتنجح في إنها ترجع للهارت اللي هو الفينس ريتيرن أو البريلود هتكون كميتها إيه؟ أقل كتير. حصل بازو دايلاتيشن اوف ذا فينز حصل بولينج للبلاد في الدايليتد فينز اتسحب الدم والمرتجع من الدم الفينس اصبح اقل وبالتالي طالما اللي دخل هنا اقل يبقى اللي خارج الستروك فوليوم اقل والكارديك اوتبوت اقل يبقى يقلل لنا مين السيستوليك بلاد بريشر. طبعا الصوديوم نيتروكلوسايد ده ما بيتعطاش غير انترافينسلي by very slow and dropwise infusion intravenously with close monitoring on the blood pressure. يعني العين لازم تبقى على blood pressure otherwise it may cause excessive fall in the blood pressure. شايفين بيلعب على كذا حاجة arteries و veins فلازم يتعطى very slowly intravenously dropwise infusion with close monitoring on the blood pressure. في حالات ايه؟ الامرجنسي طبعا. انترافينس ده مش دواء هيتعاطوه كل الناس الهايبرتنسيف لازم يتعطى في حالات الامرجنسي زي الريزيستنت هايبرتنشن ريباوند هايبرتنشن شديد حصل مره واحده نتيجه ويزدرول للكلونيدين ولا وات ايفر بيتعطى only by very slow intravenous infusion. وزي ما قلت لكم في حالات الامرجنسي فقط. في حاجة نقطة صغيرة بس هقولها ان الميتابولايت بتاعه اللي هو الثيوسيانات مفروض يبقى موجود بليفل معين لو زاد الليفل ده بيعمل مشاكل على الثيرويد جلاند وبيعمل منتال بروبلمز منتال بروبلمز وبيأثر على الاكتيفيتي بتاع الثيرويد اللي هو مين الثيوسيانات الميتابولايت بتاع السوديوم نيتريت. كده نبقى احنا وفينا كل الجروبس طبعا في عجاله شديده والديتيلز موجوده كتير في كتب واللي عايز اي اسئله يتفضل. بشكركم على صبركم معايا المحاضرات دي كلها وما زلت بكرر ان شاء الله في السيشنز بتاعت العملي بدايه من الاسبوع يعني انا من الاسبوع القادم انا موجوده باستمرار. اللي عايز يسال عن اي شيء ما كانش واضح اثناء الاكسبلانيشن I'll be more than happy to help you. best of luck.